بسم الله الرحمن الرحيم. بشكر كل الناس اللي سألت عليا، بشكر كل الناس اللي كانت واقفة جنبي، بشكر كل الناس اللي في المحنة دي اطمنت عليا، ويا رب يا رب يعافي كل الناس، ويا رب ما يوري حد أي سوء. ولازم ناخد بالنا لأن الموضوع صعب، لازم ناخد بالنا، لازم كمامة ولازم أبعاد، لازم حاجات كتيرة جدا. بشكر كل إدارة القناة، وبشكر كل المسؤولين، وبشكر الحقيقة كل الناس، وبشكر طاقم الاعداد، وبشكر الناس اللي على الباب، وبشكر الناس الغلابه. كان دايما ابويا كده يقول لي ايه اللي الغلابه تدعي له ما يقلقش. الحمد لله يا رب، وان شاء الله باذن الله اللي جاي خير. بشكر طبعا دكتور محمد ابو العلا، وبشكر دكتور حسام حسني. دكتور حسام حسني الحقيقه مش مساله ان هو دكتور كبير ومساله ان هو المختص في هذه المساله، ولكن هو انسان كبير جدا، ومش على فكره مش معايا بس، مع كل واحد في مصر. حسام حسني الحقيقه راجل دكتور بيرد 24 ساعه، طمن على الناس كلها، تابع ثانية بثانية مع كل الناس. بوجه له كل الشكر وكل التحية، ويعني مهما الحقيقة أتكلم ومهما أشكره عمري ما هدي له حقه. ولكن يعني مصر الحقيقة فيها ناس كتيرة جدا، وفيها دكاترة كتيرة جدا، يا رب يا رب يا رب يكرمهم دايما ويوفقهم. نبتدي بقى حلقتنا، ونبتدي البداية منين منين منين؟ نبتدي البداية من النادي الأهلي. نشوف مع بعض أخبار النادي الأهلي. ناس كتيرة النهاردة ابتدت الأهلي بيطلب عمار حمدي، الأهلي عايز عمار حمدي. طب الأهلي لسه مودي عمار حمدي للاتحاد السكندري، فابتدى الزملكاوية يردوا، ما لو حد لو حد يا محمد يا مصلحي لو هتسيب عمار حمدي يبقى تبعت لنا سيسي. ولكن أكيد الأستاذ محمد مصلحي رئيس الاتحاد السكندري عنده أكيد الخبر اليقين. في تصريح لي معايا قبل الحلقة، نادي الأهلي ما فوتش محمد مصلحي على عمار حمدي. عمار حمدي عقده في الأهلي لمدة إعارة لمدة سنتين، ممكن الأهلي يطلبه بس بعد أول سنة. وكان بيضحك معايا وقال لي أكيد مش بعد أول ثلاث ماتشات. عمار حمدي مكمل في الاتحاد السكندري، مفيش أي صفقة تبادلية، النادي الأهلي مش هيسيب عمار حمدي، مفيش أي مواضيع اتفتحت. دي قصة عمار حمدي. موسيماني طلب اللاعب بالاسم واعتبره خير تعويض عن سيرينو. موسيماني تمسك بموقفه في فيديو كونفرنس جمعه مع الكابتن الخطيب والكابتن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط. الأهلي جس نبض الاتحاد السكندري، ده لم يحدث، ولكن رفض زعيم الثغر التفريط في اللاعب، وهذا أيضا لم يحدث. لأن أنا تواصلت مع الأستاذ محمد مصلحي شخصيا وقال لي مفيش ولا حد كلمني رسمي من النادي الأهلي، لأن النادي الأهلي في النهاية بيحترم تعاقداته، وقال لي إحنا ما عندناش أي نية للتفريط في عمار غير بعد أول سنة، لو الأهلي عايزه بعد الإعارة خلاص. ده هنا موضوع تاني. إذن النهاردة النادي الاتحاد السكندري تمسك بعمار، تمسك بالسي، تمسك بالمجموعه الموجوده، لان قال لي احنا بنبني القصه بتاعتنا وبنبني الحدوته بتاعتنا بناء على الاعارات اللي احنا بنعملها، ما اقدرش النهارده افرط فيها. الثابت ان ممكن يكون الاهلي بيجس النبض، ولكن من المؤكد ان ما فيش حد فتح اي مواضيع مع عمار حمدي، ولا يعني في كلام ان الاهلي عرض خمس لعيبه على الاتحاد السكندري، ولكن الاتحاد خلاص متمسك بالعقد ومتمسك باللاعب. القصه دي كده خلاص اصبحت منتهيه، واصبح مفيش اي موضوع. صفقه بواليا، نخش بقى على الموضوع الثاني. وصفقه بواليا اسم الحقيقه تردد كثيرا جدا جدا جدا، تالق مع نادي الجونه، كان في كلام ان هو زمالك اهلي اهلي زمالك، ولكن الاهلي حسم الموضوع بالفعل. بواليا هي صفقه جيده للنادي الاهلي، هنشوف هيقدم اوراق اعتماده، هنشوف هيقدم اوراق اعتماده ازاي لجمهور النادي الاهلي. نشوف كده بواليا مع بعض، نشوف كده ارقامه قدامنا على الشاشه.
قلت بواليا هي دي تفاصيل صفقته مع النادي الاهلي. ما اقدرش اقول اي صفقه غاليه رخيصه غير ما تقدم اوراق اعتمادها، ولكن قدر امير توفيق ان في هدوء شديد جدا جدا يخلص صفقات كتيره جدا. امير مساء الخير. حبيبي صباح الخير، مساء الخير. وحشني، اخبارك ايه؟ حبيبي تمام الحمد لله. كله تمام؟ الحمد لله الحمد لله. مبروك الحقيقة بواليا، ومبروك أدائك الفترة اللي فاتت مع النادي الأهلي، ومبروك دايما العمل في صمت وهدوء. الحمد لله الحمد لله، يعني الواحد يجتهد وربنا بيكرم الحمد لله. يا رب دايما. عايز أعرف تفاصيل الصفقة، وهل الصفقة دي كانت في آخر 50 متر ولا أنت شغال من زمان؟ لا، فكرة بواليا بالنسبة لنا احنا شغالين فيه من فترة، مش من قريب. حصل التواصل من فترة مع نادي الجونة، واحنا اوريدي اصلا زي ما قلت احنا كنا بدانا بالكلام اللي نتكلم ان احنا بنعمل سكاوتنج للعيبه. قرار التعاقد مع لعيبه مش بيبقى قرار سريع او مفاجئ، بنقعد فتره بنتابع ليها بشكل كويس. وولتر بواليا بقى له فتره كبيره كونسيستنت في ادائه، سواء لما كان في زامبيا او لما راح الجونه، وخاصه الفتره الاخيره بعد الكورونا تحس ان هو خد على الدوري المصري وخد على الاجواء بشكل كويس قوي. فمن هنا القرار ان احنا كان في قرار اتعرض على المدير الفني طبعا استاذ موسيماني، والراجل كان مرحب جدا هو والمحل الاداء اللي كان معاه، وفي الاخر اتجهنا في الموضوع ان شاء الله. يعني هاخدك في حته ثانيه وبرضه هنطلع منه. هل انت بواليا متفائل فيه بشكل كبير؟ هل ارقامه واداؤه الفتره اللي فاتت، هل هو اللاعب اللي يصلح النادي الاهلي من وجهه نظرك؟ متفائل بيه جدا. زي ما قلت لك وولتر ميزته ان هو اداؤه الاخير في اخر فتره ده مش حاجه طرق، مش حاجه تفرق فيه كلاعب كوره. يعني هو حتى قبل الجونه لو الناس كانت متابعاه، حتى لما كان مع النكانه الزمي، اداؤه كان اداء كويس وارقامه كانت محترمه جدا، وكان كل سنه بيفرق على السنه اللي قبلها. فدلوقتي احنا بالنسبه لنا لما لقينا ان الراجل ده اسلوب لعبه مش متماشي مع الشكل اللي كان موسيماني كان عايزه، وللعلم بس الموضوع يكون واضح جدا، ان المهاجم رقم واحد المطلوب كان من موسيماني كان بواليا. اتقالت اسامي كتير قوي الفتره اللي فاتت، اسامي كلها محترمه، ممكن كان في وقت من الاوقات كان في كلام معاها، لكن في الوضع الحالي كان رقم واحد بالنسبه لموسيماني في مركز المهاجم كان هو وولتر بواليا. رقم واحد بالنسبه له هو؟ كان في مركز المهاجم. طبعا الناس كلها عارفه ان احنا كان في كلام مع سيرينو، ودي حاجه مش حاجه مستخبيه يعني، ولكن طبعا كان في الارقام كانت بعيده جدا عن الواقع بالنسبه لنا او عن المقبول، فخلاص الموضوع كان قفلناه. هل هل, هل 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 انت وقفت فعلا عند 2.5 مليون دولار؟ وقفنا عند الرقم ده فعلا. ان احنا بالنسبه لنا في الاخر ان صن داونز هم قالوا حتى بشكل غير مباشر ان وصلوا، قالوا في الاعلام ان كان طلبوا 5 مليون دولار. طبعا احنا في الاخر النادي الاهلي اللي بنفكر الموضوع بالمنطق وبالعقل، ان احنا عندنا الوقت نفسه. ممكن يكون صن داونز عندهم حزبه معانا في دماغهم، طبعا النادي ليه كل الاحترام وكل ال هم اخر حاجه امير وصلوا فيه ال 5 مليون؟ 5 مليون دولار. 5 مليون، يعني القصه خلاص اتقفلت. طبعا بعيد جدا، سيرين طبعا سيرين لعيب كويس جدا، وكان بالنسبه لنا كان اولويه كان مع موسيماني، لكن في الاخر فرق الارقام، وبرده سيرين مش صغير. فانت النهارده اي لعيب بتجيبه انت بتبص على استفاده فنيه وماديه. تمام؟ فالنهارده انا الاستفاده الماديه حتى لو 2.5 مليون هي مش موجوده معايا. فعشان النهارده كمان ان انا تبقى استفاده يعني حتى ماديا اخسر كتير قوي بالرقم ده، لا كان 5 مليون كتير قوي طبعا بالنسبه لي. فخلاص الموضوع كان بعيد قوي يعني، فالموضوع اتقفل. فهو احنا كنا عندنا طريقين ماشيين فيهم كانوا بارلل مع بعض، كان موضوع وولتر بواليا وموضوع سيرينو. وكنا هنشوف الاوبشن الاحسن لينا فنيا وماديا عامل ازاي. ففي الاخر كان وولتر هو اللي كان الطريق كان مفتوح بالنسبه له. طيب الحمد لله الحمد لله. يعني هاخدك بقى على عمار حمدي. عمار حمدي معايا على الشاشه دلوقتي، برضو ارقامه وقصه حياته كلها، وعايزك برضو تقول هل عمار حمدي جس نبض ولا في موضوع ولا مفيش موضوع اصلا؟ لا، عمار عرض الاتحاد سنتين. عندنا النادي الاهلي حق بعد اول موسم ان احنا ممكن حقنا نرجعه يعني في الصيف الجاي ان شاء الله. في حاله لو حصل ان احنا اي حاجه بخلاف الكلام اللي مكتوب في العقد، احنا علاقتنا بالنادي الاتحاد علاقه محترمه جدا، وعلاقتنا بالحاج محمد صلحي علاقه محترمه جدا جدا. والراجل حتى كان من اسبوع كان بيتكلم ان هو كان مع يعني كابتن خطيب بالنسبه له اخ وصديق طبعا.
فاحنا بالعكس احنا متاكدين ان احنا لو في اي وقت من الاوقات حصل ان احنا في احتياج هنتكلم ونشوف المصلحه العامه للطرفين ونشتغل فيها. طب هل انتوا في مرحله جس نبض؟ لا خالص، الوضع الحالي مش اي كلام خالص من دي. ممكن يكون في حاجات حصل تليفونات من بعض الاشخاص، لكن دي حاجات كلها حاجات وديه جدا. لكن لسه ما فيش اي خطوات تاخد خلاص القصه دي. طيب في كلام على اعاره الخماسي اللي بنسمع عنهم، احمد ياسر ريان، صلاح محسن، اكرم توفيق، مروان محسن، هل في كلام على اي حد منهم؟ لا خالص، الوضع الحالي اللي احنا القايمه، احنا بص احنا ما شاء الله قايمه الاهلي دلوقتي السنه دي قايمه محترمه جدا. لو خدت بالك يعني احنا النهارده الماتش اللي فات، سيبك ان احنا ماتش دجله كان خلص بشكل متعدل ما سيبناش يعني، بس اتفرج الاهلي غايب منه اكتر من 11 لعيب اصاباته كورونا، زائد ثلاث لعيبه متولي ونيدفيد وحال محمود اللي هم اصابات طويله، يعني غايب منك 14 لعيب. واتفرج على الناس اللي جوه الملعب، لا انت عندك قايمه كبيره، قايمه كبيره ومحترمه. دي دي حقيقه. فالنهارده فعشان كده النهارده بالنسبه لنا ان احنا فكره الاعارات لا، هتبقى في اضيق الحدود، عشان الموسم ده موسم صعب وموسم مضغوط جدا، وفيه الكورونا موجوده، ففي لحظه تلاقي خمسه لعيبه مش موجودين او سته مش موجودين، فمحتاجين الناس كلها اللي موجوده. فلو اي حد خرج اعاره هيبقى يعني في حاجات صغيره قوي. طيب جيرالدو هل خلاص في ليه اعاره؟ يعني استقرت اموره؟ لا لسه، جيرالدو النهارده لعيب لسه موجود في النادي الاهلي. اللي باب العلم بالشيء، جيرالدو احنا كان عندنا من حوالي من سنه عرض من نادي الصفاقسي التونسي لجيرالدو، لكن هو ما كانش عنده رغبه انه يكون موجود ان هو يروحه يعني. كان في عرض من كروزيرو البرازيلي من شهرين، وهو برضه ما كانش فيه نفس الكلام. برضه كان في عرض اخر من نادي سموحه من شهرين بالظبط في الانتقالات اللي فاتت، وكان هو برضه ما كانش فيه رغبه انه يتحرك. فدلوقتي جيرالدو موجود معانا، هنشوف اللي هيحصل الفتره الجايه والدنيا هتبني. بادجي خلاص، بادجي الموضوع مع نادي انقره كوتشو خلاص في الامطار الاخيره. برضه للمعلومه بادجي مش طالع اعاره ببلاش، النادي الاهلي مستفيد ماليا من اعاره بادجي، وطالع برضه بنيه البيع. فان شاء الله كده في خلال يومين بكتير امور بادجي كلها تخلص بخير يعني. الزي او اليونيفورم اللي هيخوض بيه النادي الاهلي كاس العالم؟ لا احنا الزي بتاع المباريات هو نفس الزي بتاعنا، مفيش اختلاف خالص. احنا دلوقتي شركه امبرو، واحنا بنشكرهم على المساهمه اللي عملوها معانا، ان هم عاملين زي خروج وزي تدريب بشكل جديد للفرقه هناك في المعسكر. ودي حاجه غير التعاقد اللي بيننا، يعني احنا التعاقد بينا عارف لينا كوتا معينه كل سنه. لا هم كمان عملوا اكسترا يعني لبس وحاجه كده للفرقه عشان يروحوا بشكل مختلف عن الشكل اللي بيظهروا بيه في الدوري او في ابطال افريقيا. العربي بدر، اعارته للجونه، هل فعلا النادي الاهلي تنازل عن حقه واداله ال 700,000 جنيه كاملين؟ بتوع 700,000 جنيه معلش. بتوع يعني في كلام ان 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 ثمن اعاره العربي بدر لنادي الجونه 700,000 جنيه، 350 للاعب و350 للنادي الاهلي، النادي الاهلي تنازل عن مستحقاته وادى المبلغ كله للاعب. الكلام ده مظبوط؟ لا خالص، لا خالص، لا خالص. العرض رايح، لا خالص، مش كده خالص. العربي نادي الاهلي مستفيد ماليا من اعارته. ونفس الكلام لعيب برضه عربي النهارده. احنا فكره الاعاره بالنسبه لنا، حتى انا اقول لك حاجه، الواقع مش كده، بس هنفترض حتى لو كان ده اللي حصل. احنا فكره الاعارات او نجاحها ظهر معانا السنه دي جدا. صح. النهارده انت بترجع محمد شريف، اكرم توفيق، ناصر ماهر، صلاح محسن، احمد ياسر ريان. الخمسه ما شاء الله عاملين شغل كويس جدا مع النادي الاهلي فترات. ففكره العربي ان هو يطلع اعاره بالنسبه لنا فنيا، شايف العربي من اللعيبه اللي ليهم مستقبل كويس قوي. بس برضه ماليا الاهلي مستفيد من الاعاره دي. طيب نادي براجا البرتغالي، هل طلب محمد شريف؟ لا خالص خالص، ما حصلش خالص خالص، ما حصلش. طيب انت لوحدك جاي في اي مصلحه بقى في اي اخبار؟ لا انا بقول لك الحمد لله على السلامه، ونورت اوتفور تاني، وان شاء الله كده يعني تنورنا على طول الفتره الجايه. يا رب دايما. بشكرك امير، بتشرف دايما بوجودك معايا ومزيد من التالق، واتمنى لك كل توفيق في اللي جاي ان شاء الله. حبيبي ميرسي جدا جدا. بشكرك شكرا جزيلا. امير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الاهلي، وامير الحقيقه عامل اداء رائع الفتره
الماضية. واضح ان موسيماني ابتدى يحط مفاتيحه او ابتدى يحط ايديه على كل المفاتيح. الحاجة الوحيدة اللي بتشغل موسيماني دلوقتي في النادي الاهلي هو تصريح واحد بس، هو تصريح الكورونا. بيقول او صرح قال ان انا كل ما بتيجي، انا قريت له تصريح ان كل ما بتيجي المسحة اللي قبل المباراة بيحط ايده على قلبه، ودي الحقيقة بقت مشكلة كبيرة جدا. النادي الاهلي بيمتلك لعيبة كبيرة، ولكن للأسف الحالة اللي بنعيشها دلوقتي في كورونا بتيجي بتلاقي النهاردة ان انت بتحط تصور والتاني والتالت. يعني اي مدير فني كبير بيحط اكيد فرقة اساسية ويحط البديل ويحط بديل رقم 2 ويحط سيناريو ويحط بديل رقم 3. للأسف بتيجي تلاقي النهاردة المساحات مطلعة لك 4-5 لعيبة، ممكن نص فرقتك اللي انت باني عليها ما تلاقيهاش عندك. وهو ده الموضوع الحقيقة اللي بيشغل موسيماني بشكل كبير جدا. موسيماني مع النادي الأهلي كان محظوظ جدا، قدم أوراق اعتماده بثلاثية كبيرة جدا 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 لجمهور النادي الأهلي. هو مدير فني كبير من أول دقيقة حط رجله هنا في مصر، دي قناعاتي أنا الشخصية. ولكن الضغط اللي هو موجود عليه ضغط زي ما انتم شايفين كده ظاهر على وشه. هو راجل مبتسم جدا، ولكن الضغط اللي هو عايش فيه رايح كاس العالم للانديه. كابتن محمود الخطيب صرح وقال اتمنى اكون في الثلاثه الكبار او الثلاث مراكز الاولى، ودي مساله صعبه جدا جدا جدا. مطالب بالبطوله الافريقيه السنه الجايه، مطالب ببطوله الدوري هي البطوله المحببه لجمهور النادي الاهلي، مطالب ان هو ياخد بطوله الكاس، مطالب بالسوبر المصري، مطالب بكل بطوله يخش فيها. فالامور بالنسبه له زي ما انتم شايفين، كانت ابتساماته كبيره، كانت ابتساماته رائعه جدا، ولكن ابتدى الضغط الحقيقه يظهر على وشه. وده شيء طبيعي جدا جدا في الانديه الكبيره اللي زي الاهلي والزمالك، لان زي ما قلت لكم دايما في الاهلي والزمالك او في الانديه الكبيره وفي الاهلي كمان بالاخص، مفيش حاجه اسمها احتفال ببطوله، مفيش حاجه اسمها انت تفرح ببطوله، مفيش حاجه اسمها تجيب فرقتك وتعمل احتفال بالاحتفاظ بالدرع. يعني البطولة الأفريقية كابتن الخطيب تاني يوم عمل حفلة في النادي الأهلي عداه احتفل باللعيبة وكرمهم وبتاع، وكل سنة وانتم طيبين. وابتدت الأمور تاني يوم على طول هناك الجديد دائما وأبدا في النادي الأهلي، هو عايز دولاب البطولات. الكاس اللي بيجي ما بنقعدش نتصور معاه، بنحطه في دولاب البطولات وبنشوف بعد كده اللي بعده ايه، بكرة في ايه، بعده في ايه. هي دي ضريبة الأندية الكبيرة. نشوف لقاء خاص مع والتر بواليا، نشوف قال ايه بعد انتقاله للنادي الاهلي، ونرجع لكم تاني. بواليا زي ما قلت لكم جمهور الاهلي بيستناه، بغض النظر عن الصفقه ارقامها كويسه وحشه رخيصه، كل ده في الاخر ملوش اي قيمه. هينجح مع النادي الاهلي ولا مش هينجح؟ هو ده الفيصل، هو ده الموضوع. كلمه السر للنادي الاهلي هذا العام هو المعارين. وزي ما قال امير توفيق النادي الاهلي على صفقه بواليا، انا بتكلم بصفه عامه، بصفه عامه ارقام الانتقالات بقت ارقام كبيره جدا. تغلب عليها النادي الاهلي هذا الموسم ان رجع كل اعاراته من بره، فتحرك الحقيقه في اضيق الحدود. ودي برضو رؤيه مهمه جدا ورؤيه كبيره جدا جدا، ولكن الارقام بتاعت الصفقات اللي بنسمعها بقت كبيره، والارقام اللعيبه بتاخدها كبيره جدا، 2 مليون دولار، 2 مليون يورو، 2.5. وده اللي هروح اتكلم فيه برضو في نادي الزمالك دلوقتي في جزئيه مهمه جدا جدا جدا. نروح بس الاول مع بطل النيجر، وكان عندنا تقرير معاه اللي بيستعد لملاقات النادي الاهلي في ماتش العوده سنديب، نشوف لقاء خاص جدا ونرجع لكم تاني. ان يكون معانا مستر محمد شيجا رئيس نادي اي اس سونديب بطل النيجر. بالتاكيد بنرحب بيه في القاهره عاصمه مصر بلده الثاني، وبالتاكيد هيقول لنا كل الاجواء الخاصه بفريق سونديب. مستر محمد ويلكم تو ايجيبت. في البدايه عايزين بنرحب بيه في مصر، وعايزين نساله عن رايه في المباراه امام النادي الاهلي. اوكي ميرسي بوكو، ميرسي افو سي تيم سبور، ويشكر التلفزيون وان تايم، ويشكر المصريين كلهم كمان. ويشكركم على الفرصة اللي منتدوه لي مثلا يتواصل مع الشعب المصري ومع الماتش ريتور كونترا الاهلي، ما يتعلق مثلا بمباريات العودة مع النادي الاهلي في القاهرة.
مرضية على 19 ايسي كوم ان شاء الله بتقام يوم الثلاثاء ان شاء الله الساعه 7 في استاد القاهره. Effectivement, on a perdu 1-0 à domicile. خسرنا 1-0 مقابل 1 في الذهاب عندنا في نيامي ولكن تفضل. Mais on espère très bien ici encore gagner parce que même là-bas en réalité. كبير فنفوز ان شاء الله على النادي الاهلي هنا في القاهره ان شاء الله باذن الله. والترتيبات كلهم. C'est juste un détail non équilibré. هي لحظة شدمة مش عدم توازن مثلا في الفريق شوي وان شاء الله نتلاحقوا بكل شيء وان شاء الله نفوزوا وان شاء الله ندرجوا في الامور. Nous pensons qu'on va essayer vraiment d'aller jusqu'au bout. اعتقد انه مثلا يبذل جهده ان شاء الله للوصول الى النهاية ان شاء الله مع النادي الاهلي وان شاء الله بيتفوق عليهم باذن الله ان شاء الله. The land is very great. نحن هنا في بلد عظيم وسنلعب مباراة كبيرة أمام نادي عظيم من عظماء إفريقيا وإن شاء الله ستكون مباراة عظيمة لنا جميعا. نحن نسعى لقلب نتيجة المباراة الأولى إلى صالحنا ولن يكون الأمر سهلا على النادي الأهلي. الفرصة متاحة للتأهل لأننا لم نكن نعرف الأهلي ومواضع خطورته وإمكانيات لاعبي قبل أن نواجهه فعليا على أرضية الملعب، ولكننا كنا نعرف أسماء اللاعبين فقط. أما بعد المباراة الأولى فقد عرفنا مواطن القوة وكيفية مراقبة اللاعبين الأهم، وسنعمل بمنتهى الجدية للتأهل للمرحلة المقبلة. أنا أحترم محمد الشناوي كثيرا لأنه يؤدي دور كبير للفريق، لأنه ليس حارس مرمى كبير فقط ولكنه مدافع وقائد أيضا، وأنا أحترمه جدا. ارتكبنا أخطاء في المباراة الأولى ولدينا الفرصة لكي نصححها، وسنلعب مباراة أفضل هنا. سنخوض المباراة بنفس الإصرار الذي لعبنا به المباراة الأولى لأننا نؤمن بقدراتنا وتدربنا بقوة ونأمل في تحقيق الفوز لأن المباراة ستكون على أرضية الملعب وليس بالتخمين أو التوقع. مثلما فاز الأهلي في المباراة الأولى فنحن أيضا يمكننا تحقيق الفوز على ملعب الأهلي لأن هذه هي كرة القدم وعلينا أن نؤمن بأنفسنا وبأن لدينا ما يؤهلنا لتحقيق الفوز. المدير الفني وطاقم العمل واللاعبين ينظرون لهذه المباراة بإيجابية ونفكر بإيجابية ونحن على ثقة من أننا سنصنع الفارق أمام النادي الأهلي. نشكر زميلنا حسن غنيمة على التقرير الرائع ده وكل التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي في القادم. نخش على نادي الزمالك ونشوف أخبار نادي الزمالك إيه معانا على الشاشة. مفيش جيرالدو في الزمالك ومفيش اي لاعب من الاهلي في الزمالك ومفيش اي لاعب من الزمالك في الاهلي، وده الحقيقه اللي قاله مسؤول الاهلي المسؤول الزمالك فيس تو فيس وش الوش كده، مش هناخد منكم اي حاجه دلوقتي، يهمنا استقراركم، وده الحقيقه كان شيء محترم جدا من اداره النادي الاهلي. ده رقم واحد. رقم اتنين، زيزو فاضل في عقده سنتين ومكمل السنتين مع نادي الزمالك، حتى الان مفيش حد فتحه في حاجه، ولكن اكيد نادي الزمالك عايز ان هو يجدد معاه او عايز ان هو يكمل معاه، دي نقطه مهمه جدا. فرجاني ساسي. فرجاني ساسي بقى عايز اقف هنا واتكلم شويه. فرجاني ساسي ممكن جمهور نادي الزمالك اتمنى ان هو يسمعني، واتمنى ان جمهور نادي الزمالك يتفهم الكلام اللي انا هقوله. فرجاني ساسي لاعب مهم جدا، ولاعب الحقيقه على خلق جدا، ولاعب ادى مع نادي الزمالك بشكل اكثر من رائع. ما فيش اي اختلاف، ومكسب كبير جدا 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 ان فرجاني ساسي يكمل في نادي الزمالك. خلاص دي نقطه، واكيد حلم جمهور نادي الزمالك دلوقتي كله متعلق بفرجاني ساسي وان هو يكون موجود. اللجنه اللي موجوده دلوقتي في نادي الزمالك عامله الحقيقه دور اكثر من رائع، لان جت تولد في ظروف صعبة جدا جدا جدا، صعبة جدا جدا جدا، فالأمور كانت بالنسبة لهم معقدة، عايزين يدبروا فلوس، عايزين يدبروا موارد، كل اللعيبة ليها فلوس، في ناس عايزة تتراضى، أمور صعبة، وفي ظروف مادية صعبة جدا، ولكن حاولوا، نجح الحقيقة أيمن يونس، نجح أشرف قاسم، نجح عبد الحليم علي، نجح المجموعة اللي موجودة كلها مع اللجنة الثلاثية المستشارين اللي موجودين، الحقيقة بيتحركوا بسرعة الصاروخ في وجود الكابتن فاروق جعفر.
كل الناس دي الحقيقة مقدين أداء جيد جدا. الناس دلوقتي قاعدة جددته لأوباما، هايل كويس جدا، شيء جميل جدا، طيب ماشي. جددته لجنش، تمام. مضيته شيكابالا، تمام كويس جدا. مصطفى محمد هتعملوا لنا فيه ايه بقى؟ ساسي هتعملوا لنا فيه ايه؟ هل جمهور الزمالك منتظر ان الناس اللي موجوده هتجدد لفرجاني ساسي؟ الحقيقه الموضوع ده محتاج مسانده شديده جدا من الجمهور. مصطفى محمد بغض النظر ان انا اخش معاه في انتقاد او اشاده دلوقتي، مصطفى اكيد لاعب كبير، ولكن انا ضد دايما سيستم ان انا احترف بالطريقه دي، ان انا ما اروحش التمرين وما العبش واقول انا مش هلعب وانا هبطل لو ما لعبتش. كمل وخلي عندك ثقه في نفسك، ولو جالك النهارده 3 هيجي لك بكره 4 و5، وشوف الاول احتياج ناديك اللي عملك واللي كان ليه فضل عليك واطلع، واتفق معاهم انك تطلع. على فكره وايمن يونس اكتر واحد يتفهم هذه المساله، واكتر واحد يقدر يحط سيستم لمصطفى محمد ان يجدد له ويطلعه، بس بطريقه مختلفه. اطلع وناديك اخر بطوله، اطلع النهارده وناديك بيفنش موسم، اطلع النهارده وفي البديل. كل ده لازم تفكر فيه. اللجنه دي لازم تفكر في موضوع فرجاني بشكل تاني خالص. هل نادي الزمالك دلوقتي يقدر يوفر لفرجاني ساسي 40 50 مليون جنيه في السنه عشان يديهم له عشان يكون موجود؟ اعتقد لا. هل فرجاني ساسي دلوقتي مفيد ان هو يجدد في نادي الزمالك؟ مفيد اكيد كلاعب، ولكن الفريق مش بس لاعب بتديله رقم كبير، الفريق وحده واحده تقدر بعد كده تدي الارقام دي للعيبه اللي موجوده ولا الفرقه تفك منك ولا ما تفكش. دي نقطة مهمة جدا، وكان الحقيقة كان صعب جدا لنادي الزمالك ان هو في وقت من الاوقات، او كان في ظروف مادية مختلفة، او كان في دعم خارجي، قدر نادي الزمالك ان هو يجيب الصفقات دي، او قدر ان هو يجيب اللعيبة دي بالارقام دي. ولكن النهارده عشان يجدد بالارقام دي ويستمر الفريق في حالة استقرار، اعتقد ان ده شيء هيبقى صعب جدا جدا جدا. فعايز الجمهور يبقى مساند للمجموعة اللي موجودة. لو ما قدروش ان هم يجددوا الفرجاني، لو جددوا الفرجاني وطلعوه بعد كده باعوه، لازم فرجاني هيكون ليه شكل استثماري مختلف، لان من المستحيلات ان اداره الزمالك تدي الارقام الكبيره دي لفرجاني ساسي. دي من وجهه نظري، وده الاصلح لنادي الزمالك كصناعه وكمستقبل وكفرقه، لان نادي الزمالك النهارده عشان يكمل بالوضع اللي موجود ده لازم يحط سقف طبيعي يقدر يدفعه نادي الزمالك للاعبين. ما تقدرش النهارده تجيب لعيب بجنيه ولعيب ب15، الكوره فيها كده، بس مش بهذه الفجوه، مش بهذه الارقام. ولو كان كده كان النادي الاهلي دفع 5 مليون دولار في سيرينو، وده اظن اكبر دليل. كابتن حلمي طولان المدير الفني لنادي انبي، مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا كابتن سيف، والحمد لله على السلامه، وقفل تليفوناتك انت على طول. وحشنا يا كابتن وكتر الف خيرك، ودايما بتشرف بوجود حضرتك. يا رب خليك. هارد لك لمباراه الزمالك. الحمد لله، انا الحمد لله، يعني انا قانع تماما باداء الفريق والمستوى الرائع اللي قدموه في مباراه الزمالك، والحمد لله على كل شيء. يعني هل حضرتك معترض على التحكيم في هذه المباراه؟ يعني قدامنا دلوقتي بعض اللقطات كده من المباراه، هل حضرتك يعني راضي عن التحكيم ولا غير راضي؟ شوف حضرتك، اولا كل التقدير والاحترام لحكامنا، وبنقدرهم جدا وبنحترمهم جدا، وعلى راسنا من فوق الحكام بتوعنا، يعني الحكام المصريين يعني. لكن هو الاحساس بالظلم شيء بيبقى قاسي جدا يا كابتن سيف، وخصوصا لما يكون فريقك بيأدي وعامل مباراه جيده وبيظلم مثلا في عدم احتساب ضربه جزاء. طيب ما هو المانع ان انت حضرتك شاكك ان دي ضربه جزاء او مش ضربه جزاء حتى لو الفار ما ادهالكش؟ ليه حضرتك بتطلع تتاكد بنفسك؟ واخد بال حضرتك ايه المانع؟ ما هو المانع؟ هل قوانين الفار بتمنع ذلك؟ ان الحكم يطلع يتاكد بنفسه اذا كانت دي فيها ركله جزاء ولا لا؟ انا مش عارف يعني. وبعدين هو الكابتن الحكم اللي هو كان على الفار ده لأول مرة يبقى حكم فار، فهل احنا حقل تجارب الفرق اللي زي انبي حقل تجارب بتجربوا فينا ولا ايه بالظبط؟ يعني انا مش فاهم. طيب الناس اللي لسه جديده مش محتاجه تدريب يا كابتن سيف على الفار ده وازاي تديره وازاي تتعامل معاه ولا لا؟ طبعا. انا اجيب واحد اول مره يبقى موجود في هذه المسؤوليه عشان ايه يعني؟
انا مش فاهم والله. ده يعني انا شايف ان ده استهتار بفرقتين كبار جدا، اذا كان انبي ولا الزمالك. يعني انت المفروض يعني تلغي الفار خالص وملوش لازمه، لانه بيظلم ناس كتير جدا. يا اما تجيب ناس مدربه على مستوى عالي جدا عشان تزيد كفاءه، يعني ده المطلوب، يعني مش اكتر من كده. اتظلمت يا كابتن؟ اه طبعا مفيش شك، مش انا فرقتي اتظلمت يا كابتن سيف. الفرقه اللعيبه اللي جوه اللي بذلوا الجهد ده وعملوا ماتش كبير جدا، وخصوصا الشوط الثاني. رامي صبري ده يا كابتن لعيب كبير قوي بصراحه. اه طبعا، امال ايه؟ شخصيه طبعًا. يعني اه طبعا كابتن بحقه حقيقي، يعني رامي يعني حقيقه يعني واخد بال حضرتك. لكن انا يعني انت بتضيع جهد ناس بذلوا جهد خارق قدام فريق كبير جدا، فريق عظيم جدا، لعيبه على اعلى مستوى، وفريق مميز جدا فريق نادي الزمالك، وانهم يشتغلوا بهذا الشكل في مباراه طرفها بطل من ابطال مصر اللي هو نادي الزمالك. طبعا ده انا بحييهم وبشكرهم على الجهد وعلى الاداء الراقي اللي عملوه في الماتش ده الحقيقه. يعني بعض الناس يا كابتن على السوشيال ميديا، يعني معروف حلمي طولان مين ومعروف دايما اداؤه ازاي امام الفرق الكبيره، ولكن يعني بيقولوا ان حضرتك ادائك امام الاهلي دايما مختلف غير امام الزمالك. الله، اداء الاهلي مختلف، ما انا كسبان الاهلي مع الاتحاد 4 هنا في مصر. ايه الاداء اللي بيختلف؟ بيبقى كل ماتش بيبقى ليه ظروفه. طب ما انا كسبان الزمالك السنه اللي فاتت. والله يا كابتن انا مقتنع، بس انا قلت حضرتك ترد يعني عشان ما نخشش في جدال. انا نفسي مقتنع. مفاهيم غريبه جدا، يعني انا مش فاهم. يعني هو في مدرب في الدنيا كابتن سيف عايز يخسر حد؟ لا مفيش. لا مفيش. لو المدرب اللي قدامه ابوه، ده مين ده؟ لا مفيش. ده مين ده؟ ده اثبات ذات وامانه وشرف ورياضه واللي يمتزقوا بالنفوس وبالعقول وبالاخلاقيات وبالسلوكيات. وانا ضروري عشان ابقى زملكاوي ابقى متكاسل قدام نادي الزمالك وان انا خانع قدام نادي الزمالك وما بقاش عايز فريق يكسب. ده منطق يا جماعه؟ صح. ده منطق مريض جدا، يعني انا شايف ان ده منطق مريض فعلا. يعني عايز اخد راي حضرتك كزملكاوي بقى. لو حضرتك النهارده صاحب قرار، تجدد لفرجاني ساسي بالارقام دي؟ لا مطلقا. يبقى انا ماشي صح. طبعا. وبعدين على فكره السيد المحترم رئيس النادي سياده اللواء عماد، راجل اولا انا على علاقه بيه من زمان جدا يا كابتن سيف. شخصية محترمة لأبعد الحدود، وشخصية زملكاوية حتى النخاع، يعني راجل على مستوى راقي جدا في الإدارة وشيء محترم الحقيقة، يعني إن هو موجود على قمة نادي الزمالك اليومين دول. يعني أنا صراحة مع حضرتك في القصة دي طبعا، وعاملين يعني أداء رائع الحقيقة طبعا. وبعدين المجموعة كلها مجموعة متجانسة، إذا كان أيمن ولا أشرف ولا حليم، لا حاجه جميله بصراحه. يعني انا سعيد جدا بتواجد الناس دي في جوه نادي الزمالك، يعني بصراحه. اتمنى لك يا كابتن كل التوفيق ان شاء الله باذن الله، وبشكر حضرتك وبالتوفيق لإنبي في اللي جاي. الحمد لله على السلامه حبيبي. كابتن مدحت عبد الهادي صافي لبن؟ لا ما فيش، مدحت ده ابني. طب الحمد لله. مدحت ده ابني انا مربيه حقيقي من وهو 15 سنه كابتن. كابتن مدحت جدع وطيب يعني. لا مدحت بقول لحضرتك ابني يعني والله. ماشي يا كابتن يعني. يا رب دايما بالخير. لا خالص يعني مفيش اي مشكله. بشكرك كابتن حلمي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كابتن حلمي طولان المدير الفني لنادي انبي. اذا انا كنت ماشي صح في موضوع فرجاني. انا ماشي صح في موضوع فرجاني. طيب نشوف الاول اكتر ثلاث لعيبه فعاليين حتى الان من بدايه الموسم لفريق نادي الزمالك. احمد فتوح لعب 4 مباريات احرز هدف، مجموعهم 383، لم يصنع اهداف ولا تمريرات. 181 من 266 بنسبه 80%، العرضيات 3 من 16، الاحتفاظ بالكره 124 من 144، 142 من 144 بنسبة 99%. أحمد فتوح الحقيقة يعني أداء رائع جدا جدا جدا. إمام عاشور على فكرة، إمام عاشور ده لعيب كبير قوي
ويعني عايز ايه عرق ابتدى يهدى، ولو هدي هيروح في منطقه تانية خالص، ونادينا عليه كتير جدا جدا جدا. لعب مباراتين مجموع دقائق 192، له محاولتين على المرمى، لم يحرز اي او يصنع اي اهداف. التمريرات 107 121، 88% احتفاظ بالكره، 96 من 96 بنسبه 100%. وانا بقول لكم ان امام عاشور ده لو الامور، وهو الامور ماشيه هادي عشان ما يقولش ان انا يعني ايه دي نصيحه في حاجه، الامور لو فضلت مكمله معاه بالهدوء ده لعيب كبير كبير كبير. اشرف بن شرقي، اشرف بن شرقي من اكبر او من انجح الصفقات لنادي الزمالك، لعب ثلاث مباريات اساسي ومباراه بديل، مجموع دقائق 311 دقيقه، احرز هدفين 105 من 134 بنسبه 75%. المراوغات 14 من 19، الاحتفاظ بالكره 124 من 124 بنسبه 100%. المحاولات على المرمى 4 من 7 بنسبه 57%. إذا هكلمكم هكمل كلامي على فرجاني ساسي، واحنا شايفينه كده على الشاشه وشايفين أداؤه. مش بقول ان فرجاني ساسي لعيب ما يصلحش لنادي الزمالك، مش بقول ان فرجاني ساسي افضل ان هو يمشي، مش بقول كل الكلام ده عشان الناس تاخد تصريحاتي مظبوطه. فرجاني ساسي لعيب اضافه كبيره جدا لنادي الزمالك، ولد على خلق ولعيب الحقيقه كبير، ولعيب عامل اداء كبير جدا. انا بتكلم دلوقتي في مصلحه نادي، فرجاني ساسي جاي له عرض كبير، لازم دلوقتي اداره نادي الزمالك تفكر تفكير مختلف، تجدد لفرجاني، تتعاقد مع النادي اللي جاي له او العقود اللي جاي له، تاخد منه اكبر مبلغ مالي يقدر يفيد نادي الزمالك. ولكن النهارده عشان نادي الزمالك يجمع 50 60 مليون جنيه يديهم لفرجاني ساسي عشان يتقال ان الاداره الحاليه جددت لفرجاني ساسي وما سابتوش ان هو يمشي، ده غلط، وده يفك فريق وده يفك فرقه. ممكن كلامي ما يعجبش ناس كتير، ممكن كلامي ناس كتيره جدا تكون شايفه ان هو انت بتقول ايه، انت ازاي بتقول كده. الفريق اللي زي الاهلي والزمالك مش فرقه لاعب، وشفنا اظن امثال كتيره جدا جدا جدا. النادي الاهلي اخذ الثلاث بطولات وراحل منه رمضان صبحي، وراحل منه احمد فتحي، وراحل منه شريف اكرامي، وراحل منه لعيبه كبار جدا جدا. النادي الاهلي اسهل حاجه في صفقه سيرينيو ان هو يروح يدفع ال 5 مليون دولار، ولكن النهارده عشان تدفع الارقام دي فكت تماما الفرقه منك. ممكن ده يكون شيء مقلق ايمن يونس، مقلق اشرف قاسم، مقلق عبد الحليم علي، انا ما اعرفش، انا مش متكلم معاهم، ولكن انا الحقيقه بقول لهم، بوجه كلامي مش ليهم، لجمهور نادي الزمالك، خليكم في ظهر الناس دي وخليكم مساندين وعارفين ان البدائل عندكم كبيره، والورق اللي موجود الحقيقه ورق كبير جدا جدا جدا. ونادي الزمالك عشان يدبر مبلغ زي ده مره واحده، الفرقه كلها، السيستم كله، المنظومه الماليه كلها لنادي الزمالك اهتزت، فبقت هي دي المشكله. طيب دي يعني اخبار نادي الزمالك، اللي نتمنى ان شاء الله باذن الله التوفيق، ونتمنى الهدوء لنادي الزمالك، وهنكون مساندين ليه بشكل كبير جدا الفتره القادمه. واللجنه الحقيقه الثلاثيه اللي موجوده في نادي الزمالك عامله اداء رائع جدا جدا جدا، والكابتن ايمن وكابتن اشرف وكابتن عبد الحليم علي وكابتن فاروق جعفر، المجموعه كلها الموجوده. كمان نادي الزمالك فيه وجوه جديده، يعني في سيف فاروق جعفر طالع بيأدي بشكل جيد، سيف جاي له عروض من البنك الاهلي وجاي له من سيراميكا عرض، ولكن باتشيكو تمسك ان سيف فاروق جعفر يكون موجود. سيف فاروق جعفر لعيب كبير، مش عشان هو ابن فاروق جعفر، عشان هو لعيب كبير، مفيش حد بيلعب باسم ابوه لا في الاهلي ولا في الزمالك، الانديه دي انديه كبيره. وهو الحقيقه قعد مع باتشيكو، قعد مع كابتن اشرف قاسم، وهم طلبوا منه ان هو يفضل موجود، هو خلاص تعظيم سلام، حتى لو هاخد قرشين زياده، حتى لو هلعب مصلحه، لا افضل موجود في الزمالك مستني فرصتي. نتمنى له ان شاء الله باذن الله كل التوفيق. مرتضى منصور، هل سيعود مرتضى منصور ولا لا؟ نشوف على الشاشه قدامكم كده الخبر ونتكلم فيه وهو موجود قدامنا على الشاشه. تاجيل طعن مرتضى منصور واعضاء مجلس الاداره السابق للحكم في 7 فبراير. تدخل في الدعوه النهارده 3، ممدوح عباس، هاني شكري، مصطفى عبد الخالق. قبول الطعن يبقى تزايد في احتمال العودة، رفض الطعن يبقى عدم العودة. ده شيء قانوني لا يخضع للتوقعات، لا يخضع في أي حاجة، حكم القضاء بالنسبة لنا ثوابت، فبالنسبة لنا ننتظر حكم القضاء. والحقيقة
الوزير أشرف صبحي تعامل مع هذه المسألة بقمة الاحترافية، يعني تعامل كده بمشرط جراح، عمل اللائحة، عين لجنة ثلاثية، ما حلش المجلس، جمده لحين انتهاء التحقيقات، مستني هو قرارات النيابة، مستني حكم المحكمة، الأمور بالنسبة له ماشية بشكل جيد جدا جدا جدا. ده ما يخص نادي الزمالك في الفترة القادمة. تاني وتالت ورابع ما يخص جمهور نادي الزمالك، ما تقلقوش على نادي الزمالك، الكيانات الكبيرة تمرض، تتعب، يكون عندها أزمة ومشكلة، ولكن في الآخر تعدي بسلام. كابتن أيمن يونس، الحقيقة واحد أو دينامو نادي الزمالك الحالي وملك التعاقدات في الفترة الماضية داخل نادي الزمالك في هدوء تام جدا. كابتن أيمن مساء الخير. كابتن سيف الحمد لله على السلامة حبيبي. إزاي حضرتك؟ وحشني جدا. والله وانت والحمد لله على سلامتك ومنور الاستوديو. ربنا يخليك. يعني كان في بعض اللقطات ليك دلوقتي كنا بنشوفها على الشاشه انت وكابتن اشرف قاسم واللعيبه، لقطات الحقيقه بتعجبني جدا. بحييك على ادائك الفتره الماضيه، بحييك على التعاقدات في هدوء شديد جدا جدا جدا، ومبروك لاوباما، مبروك لشيكابالا، مبروك لجنش، مبروك لكل الناس اللي بتحب الزمالك اللي جددت في صمت، وفتوح كمان. والله يعني مش هقعد بقى اقول زي الناس والافلام والكلام ده كله، اكيد مش انا لوحدي، معانا مجلس اداره برضو يا كابتن سيف حاجه محترمه قوي، ومعانا لجنه تنفيذيه حاجه رائعه قوي، ومعانا ناس زملكاويه مخلصين كمان يا كابتن. مع حضرتك، انا مع حضرتك، انا سابك تقول اللي على نفسك. ومعانا ناس بجد بتشتغل بحب للكيان، وزي ما انت قلت الزمالك ممكن يكون حصل مشكله، بس اكيد ما تقلقوش غير ان احنا هنعمل اقصى مجهود عندنا. ومعانا اشرف قاسم وعبد الحليم، ودول القلب بتوعي في القلب الحقيقي اللي شغال مع فرقه الكوره. الاثنين دول ما بيأثروش، كابتن اشرف مشرف على الكوره، كابتن عبد الحليم المدير المسؤول عن الكوره. يعني انا بصراحه معايا كابتن حسين السيد، بصراحه كابتن سيف، كابتن حسين السيد انا ما قلتوش، شخصيه كبيره جدا وعظيمه الحقيقه، وكابتن عادل عبد الواحد وكابتن طبعا خالد رفعت، ومعايا كمان نصر عزام، معانا الكابتن فاروق جعفر، بصراحه ما بيأثرش معانا في حاجه خالص. فخليني اقول اكيد مش احنا، مش انا، لكن الناس كلها بتساعد وكله بيشتغل وكله عنده عزيمه. وانا بحضر كمان ان شاء الله هنكون في مدير تعاقدات في نادي الزمالك، اسم هيريح قوي كمان الزملكاويه المرحله اللي جايه. انا برتب البيت من جوه وبظبط البيت من جوه بحيث ان انت كل حاجه تبقى واضحه وسهله. ومعانا بصراحه كمان المدير الفني بتاعنا مستر باتشيكو، راجل كمان متفاهم، معانا مشاكل وبنسعى نحلها. عجبني قوي مدير التعاقدات اللي بتحضره، عجبني فعلا. والله قوي بصراحه. انا برتب البيت مظبوط. طيب ومحترم. مش طبيعي، انت عندك برضه حاجات مش طبيعيه. لكن خلينا نقول ان انا لا محضر مفاجاه، واعتقد مش عارف. انت مش هتعرف. طيب يعني اصل لو قلت هبوظه ليه؟ فماشي. طب اوعى. ماشي. اوعى. طيب. اوعى. طيب. انا قلت كلام مش عارف ممكن يكون زعلك ولا لا. انا قبل ما حضرتك تخش ما اعرفش حضرتك كنت متابعني ولا لا. مظبوط. متابعني. ما يخص فرجاني ساسي، ما اعرفش بقى انا ده صح ولا غلط، مش عارف. لا بص، فرجاني ساسي واحد لعيب محترم قوي قوي، واحد شاري نادي الزمالك ونادي الزمالك شاريه، لكن احنا بس بنوضب الامور ما بيننا، لان هو برضو الراجل كان ليه حقوق ماليه كبيره، والراجل قال لك كلمة طبيعية، قال لك أنا عايز أضمن حقوقي وبعد كده نتكلم في التجديد. وقال الوقت مفتوح بينا بالقدر الكافي اللي يسمح إن أنا ونادي الزمالك نتفق في الآخر. فأنت ما عندكش أي توتر في الموضوع. وأنا عارف إن فرجان لما بيقول كلمة بيبقى ملتزم بيها تمام الالتزام، أنا بقول لك راجل محترم قوي، هو ومدير القائم على أعماله مهند، الاثنين حاجة ذوق قوي وبيحبوا الزمالك. وهو يقعد يحكي لك عن حب وارتباطه بجماهير الزمالك، يعني يسعدك بهذا الحب.
لكن في الاخر طبعا احنا الارقام كبيره، بس في الاخر بنوضب البيت، بنعرف الميزانيات، بنظبط الدنيا بحيث ان الشكل العام يكون بشكل مظبوط. ف محدش يزعل ومحدش يتاثر. وفرجاني كان متعور فعلا، وفرجاني كان عنده اصابه الناس قالت متمارض، مش عارف، رافض حاجات كلها. بصراحه احنا بنقعد نسكت وعندنا المسؤول الاعلامي الاستاذ عصام سالم يرد، وان كان زهقنا. الاشاعات حوالينا كتير يا كابتن سيف، والفتن حوالينا كتيره، ومش دي الحقيقه. طب الحقيقه ايه يا كابتن؟ الحقيقه ان احنا بنسعى، ان احنا بنعمل بعض الافكار، ومعانا اللجنه كلها، ومعايا كابتن اشرف، ومعايا كابتن عبد الحليم، وبنحضر لبعض الافكار مع اللجنه، مع سياده المستشار اللي هو عماد عبد العزيز، ومعانا المستشار هشام ابراهيم، ومعانا كتير قوي من اللجنه التنفيذيه. بنحضر، بندرس كل الطرق اللي عايزين نحتفظ بفرجاني. اكيد مش عايزين غير نحتفظ بفرجاني، ما فيهاش حاجه. الامكانيات الماليه ليها حسبتها، الشكل العام ليه حسبته، لكن في الاخر هنحتفظ بفرجاني. كلمه هنبيعه، هنأجره، هنطلعه، كل ده كلام اجتهادات من مين؟ طب هو ما بيشاركش ليه يا كابتن؟ يعني ما بيشاركش في ما هو فرجاني كان متعور. اصابه رسمي يعني مع الدكتور. اوكي، رسمي تمام. والدكتور اداله يعني حوالي 10 ايام بس، هما ما عملهمش راحه سلبيه عشان ما نقدرش نفقده. تمام. طيب وده كلام رسمي. تمام. ما يخص كابتن مصطفى محمد، انتوا خدتوني في حته، ميرسي على الترقيصه، لكن ماشي. ميرسي قوي يعني، ما كانش يعني الحوار هو بقول لك يا كابتن يعني الاتفاق ما كانش على كده. ها؟ لا مش الاتفاق ما كانش على كده. الاتفاق ما كانش كده اساسا، ما كانش كده خالص. طبعا. بص يا كابتن، بيتك ومطرحك اكني ما سالتش حاجه. لا، مصطفى محمد ده ابننا. مصطفى محمد ده لعيب مهم عندنا وعند منتخب مصر، واكيد لسه بنشوف الموضوع ازاي ان احنا العلاقه بيننا تبقى علاقه ناجحه، ان احنا ازاي نخليه طبعا يحترف. انا من اول يوم قلت له انا افضل ان يتعمل لك عقد جديد بضوابط جديده، ويحق ليك الاحتراف برقم معين يتكتب، وده كان مهم. لكن يعني لكن قد يكون هو حابب قوي يحترف دلوقتي حالا، وشايف ان ده الوقت المناسب. الرقم بقى والارقام دي كلها برضو مجلس الاداره ليه دور، صح، نتكلم ونقول رايه. واحنا برضو يعني انا شايف ان كنا حابين ناجل مصطفى، لكن هو رغبته دلوقتي. قعدنا مره وقعدنا الثانيه، بس انا ظروفي المره الثانيه ما قعدتهاش، مستر هشام ابراهيم قعد فيها، واعتقد ان في جلسه اخيره اعتقد في خلال الاسبوع ده، عشان يبقى له موقف نهائي ان الولد لازم يعرف راسه برده من رجليه، حقه، والنادي لازم يبقى واضح القيمه الماليه اللي هو طالبها. الحقيقه يا كابتن يعني تستاهل كل التحيه الحقيقه وكل الشكر، يعني دماغك مترتبه ونفسك هادي والامور ماشيه بشكل رائع الحقيقه. انا بشكرك بجد، وعايز احيي حضرتك على لقطه كابتن مدحت عبد الهادي وكابتن حلمي، يعني لقطه الحقيقه رائعه برضو. انا دي قيمتنا كنادي الزمالك. احنا ما الفرق كلها منافسين محترمين بالنسبه لنا. ولو كان في اي سوء تفاهم بيخلص بنهايه المباراه، صح، وعلاقتنا في الملعب مع الحكام او المنافسين كلها احترام. احنا بعد كل مباراه بننزل نسلم على الحكام نشكرهم، بعد كل مباراه بنسلم على رؤساء النادي او المسؤولين في النادي وبنشكرهم، وعادي. حصل ده لما في ماتش السيمي فاينال بتاع طلائع الجيش اللي اتغلبنا مع بيراميدز لما تعادلنا، ولما كسبنا. في كل الاحوال بنلتزم بـ 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 بشكلنا، بحقيقتنا. احنا الزمالك اسم كبير، صح، والزمالك يظل كبير باخلاقه. عارف يا كابتن، عارف يا كابتن بحييك ليه؟ اتفضل. عشان بتحلم بعوده الروح الرياضيه والاخلاق تاني للملاعب، وعوده العلاقات الطيبه، وطول عمرك فيلسوف في الحته دي الحقيقه، وان شاء الله باذن الله هتنجح فيها، وان شاء الله باذن الله هترجع لها. والله انت جاي على املي، املي ان احنا، وده دور كل المسؤولين في كل الانديه، صح، نوقف التعصب والتطرف، نرجع كوره، عايزين ننبسط. صدقني انا لعبت الزمالك لما اتشال عليها الضغوط والاحساس بالغضب، الكوره بتختلف. اي فرقه بتشيل عليها الضغوط ان الحكم نازل يشتغل ضدك، والحكم نازل عايزك تخسر، وان اللي قدامك بيعاملوك، كل الكلام ده مش موجود.
كل ده معظمه باختلاق. لو كان حصل في مباراة ولا اثنين ولا ثلاثة ممكن صدفة، لو كان على مدار التاريخ في علامات برضو ممكن مقصودة أو مش مقصودة ما ينفعش أعيش بيها. صح. المهم إن أنت تخرج الضغوط دي من دماغ اللعيبة عندك. اللي جاي أحسن إن شاء الله كابتن. كابتن أشرف قاسم والكابتن عبد الحليم علي بيأدوا دورهم، والمدير الفني واللعيبة في روح حلوة وفي التزام. طبعًا. حلوة حلوة كابتن بحضراتكم واسمكم الكبير، وإن شاء الله بإذن الله يا رب اللي جاي أفضل. والله انا جمهور الزمالك ده جمهور محملنا كتير ومحملنا ضغوط غير عاديه لانه خايف على الفرقه، واحنا بنطمنهم من خلالك يا سيف ان احنا بنعمل اقصى طاقتنا وحابين دايما الزمالك في اماكن المنافسه الطبيعيه بتاعته في كل البطولات. صح. الزمالك مش هيبقى غير منافس قوي في كل البطولات، والتوفيق ده من عند ربنا يا رب ان شاء الله كابتن. ولازم نتفق وبشكرك قوي يا سيف على حبيبي يا كابتن، ده انا اللي بتشرف بوجود حضرتك دايما. اشكرك يا كابتن. اشكرك كابتن، اتمنى لحضرتك كل التوفيق يا كابتن ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا. كابتن ايمن يونس واحد من نجوم نادي الزمالك، ونتمنى له ان شاء الله باذن الله كل التوفيق في مهمته الحاليه. ممكن فريق يسافر من غير لاعب اثنين لكن من غير مدير فني ولا مدرب عام؟ كابتن علاء عبد الغني المدرب العام لنادي المقاولين العرب، مساء الخير يا كابتن. مساء النور يا كابتن سيف، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ وحشتني. الحمد لله على السلامه طبعا، ونورت الشاشه. ربنا يخليك كابتن، الف سلامه على حضرتك. ايه الموضوع؟ الله يسلمك. مفيش، احنا عملنا المدحه بتاعت السفر انا وكابتن عماد واللعيبه باشمهندس حياتنا. يمكن انا وعماد ايجابيين، معانا اثنين لعيبه تانيين وبقيه الولاد كويسين الحمد لله يعني. طب الفرقه سافرت بمين بقى؟ سافروا بالمدربين المساعدين ان شاء الله، فيهم الخير والبركه كابتن رامي ربيع وكابتن رامي عادل وكابتن احمد زهران وكابتن محمد فارسي كابتن عبد الرحمن، كل الاستاف اللي موجود يعني. بس طبعا من غير انا كابتن عماد يعني. تمام. كابتن باشمهندس عادل طبعا هو ده. بس كابتن عماد كان لسه عنده كورونا قريب صح؟ كابتن عماد هي غريبه جدا يا كابتن، انا مش عارف دلوقتي. احنا دلوقتي الحمد لله فضل الله يمكن مفيش اعراض يعني. احنا جات لنا من حوالي 3 ايام مفيش اعراض. يمكن هو انت كان عندك قبل كده كابتن؟ لا خالص والله ما جاتليش خالص. خلي بالك يا كابتن والله العظيم احنا محافظين جدا يعني كده انا طول الوقت والحاجات الاحترازيه طول الوقت، بس ما تعرفش بقى هل بتيجي لمين ما تروح لمين، انا ما اعرفش المرض ده يعني. بس في الاخر الحمد لله على كل حاجه يعني. الحاجه الثانيه طبعا عماد طبعا ما عندوش اعراض خالص ولا احنا. عملنا مدحه ثانيه امبارح عشان نتاكد طبعا طلعت العينه ايجابيه، الفرقه سافرت طبعا. اخر محاوله هنعملها بكره عشان في طياره يوم الثلاثاء، طبيعي طبعا لازم نعمل كده لو اي حد فينا هيطلع سلبي. كابتن عماد كان عنده قبل كده وقعد يومين وراحت. وبعد كده دخلنا لعبنا ماتشين عمل اللي فاتت دي، ده عنده جهاز هي بتروح وبتيجي على حسب الاجسام اللي موجوده يعني. هنعمل محاوله اخيره بكره ان شاء الله انا والكابتن عماد، ونعمل مسحه احنا الاثنين عشان ما فيش اعراض يعني. ونحاول يعني ربنا كريم كده حد فينا يبقى كويس يسافر اللي يلحق الماتش ان شاء الله المره اللي بعد باذن الله. يا رب ان شاء الله يا كابتن، الف سلامه وكل التوفيق ان شاء الله لحضراتكم. السلامه لحضراتكم والتوفيق للمقاولين العرب. الله يسلمك يا سيف، ربنا يكرمك، ربنا يخليك. بشكرك يا كابتن، شكرا جزيلا. نروح برضو سريعا لمنتخب الشباب. منتخب الشباب النهارده المهندس احمد مجاهد بيحاولوا للجنه الانضباط للتحقيق في هذه الواقعه. دكتور وليد مندور طبيب منتخب الشباب. دكتور وليد مساء الخير. مساء الخير يا كابتن، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله على سلامتك. ربنا يخليك يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله رب العالمين. رأي حضرتك في هذا القرار، ورأي حضرتك في الخطوات أو الإجراءات اللي كانت موجودة هناك. يعني القرار بتاع النهاردة ده مش عارف يعني، ما يعني لا تعليق عليه يعني. مش عارف احنا المفروض يعني احنا الخمس شهور اللي فاتت يا كابتن سيف احنا ما كناش بننام، احنا كنا بنصحى الساعة يعني تمرين الساعة 5 الصبح وتمرين الساعة 1 الظهر وتمرين الساعة 3 مع ثلاث منتخبات، منتخب ألف وب وج، تمام، لمدة خمس شهور من يوم 5/8 لحد يوم 8/12. فالناس كانت ما كانش فيه فندق عندنا بيناموا فيه، المدربين كانوا بيناموا في العربية. واخد بال حضرتك؟ ويعني ايه يعني منتخب عانى وعانى 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 كتير جدا 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 لحد ما سافرنا تونس. يعني احنا المعاناه بتاعتنا كلها كانت قبل تونس، احنا بعد تونس ما كانش في مشكله عندنا خالص. الا بس ان احنا سافرنا من غير فلوس فما بقناش عارفين نعمل حاجه هناك. فده باختصار يعني. طيب هل حضرتك في اي تاثير طبي في هذه البعثه؟ تقصير؟ تقصير؟ اه. بص حضرتك في كلام مكتوب في لجنه تقصي الحقائق، انا مش عارف ازاي يعني هم كتبوه المنظر ده. ان هم يكتبوا اصل في الاجراءات الاحترازيه والوقائيه ما كانوش واخدين بالهم منها،
فطبعا يقول لك اصل ما كانوش واخدين معاهم كمامات واصل ادوات طبيه، حاجات كده غريبه الشكل يعني غير مقبوله تماما ان ممكن حتى الواحد يسمعها او يصدقها. حضرتك عارف وكنت عضو مجلس اداره، عارف ان البعثات دي لما بتيجي تسافر بيبقى معاها ايه وايه 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 وايه. بس هو الدكتور يعني الدكتور محمد ابو العلا في تصريحاته قال ان هو اما راح للعيبه في العزل ما كانش معاهم ادويه، ما كانش معاهم غير بنادول، ما كانش مثلا معاهم ماسكات، كان معاهم ماسك بقاله 3 4 ايام. حضرتك الادويه بتاعت اللعيبه بالكامل كانت بتتاخد الصبح على الفطار، كانوا بياخدوا فيتامين سي وكانوا بياخدوا زنك وبياخدوا اللاكتوفرين وبياخدوا رويال جيلي كل يوم الصبح. في بعض اللعيبه ما كانتش بتاخد الحاجات دي، كنت بلم الادويه واديها لكابتن ربيع، كابتن ربيع يستدعيهم كلهم ويشوف. لا انا بتكلم، انا بتكلم على اللعيبه بعد الاصابه يا فندم. بعد الاصابه حضرتك كل الناس اتعزلت في الاوض بتاعتهم، كان الاكل بيطلع لهم قدام الاوض، الادويه بتاعتهم بتطلع لهم، المشروبات بتطلع لهم، كل يعني هنستخسر فيهم ماسكات حضرتك؟ وبعدين هم اصلا ما كانوش بيتحركوا من الغرف بتاعتهم اصلا، ما كانوش بيقابلوا حد. ما هو ده 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 تقرير دكتور ابو العلا، يعني ده اللي الراجل راح شافه هناك يعني. أو دكتور ابو العلا ما جاش حضرتك الا لما مشي من عندنا. ما انا بتكلم يا فندم بعد ما راح لهم هو العزل، كان في 14 واحد هناك، هو عدى عليهم في اوضه واتكلم معاهم واحد واحد، وكان في كلام مع عدد كبير منهم ان كان عندهم اعراض قبل المسحه بكذا يوم. هم قالوا كده حضرتك؟ انا عايز واحد بس حضرتك من اللي قالوا كده يقول الكلام ده. واحد بس. هم احياء يرزقون، لو واحد قال الكلام ده يبقى انا خلاص مش هتكلم تاني. لا يا فندم ده مش واحد، لا ده مش واحد، ده اكتر من واحد. طيب ماشي اكتر من واحد يقول، مفيش ولا واحد قال حضرتك الكلام ده. انا بقول لحضرتك الكلام ده وانا عارف ايه اللي حصل بالظبط. هشام عبد العزيز كان بيوزع الماسكات بالكامل كل يوم على اللعيبه وبيوزع الادويه قدامي قدام الكابتن ربيع الصبح، كنا بنروح نحضر لهم الفطار بايدينا. يعني الفطار كنا احنا اللي بنحط لكل لعيب، عارفين بيحب ايه ويكره ايه وعارفين اماكن كل لعيب. الماسكات دي كانت موجوده في شنطه كبيره مع كابتن هشام عبد العزيز، والكحول والجل اللي اتوزع بتاع شمال افريقيا واللي كان معانا واللي استلمناه من بتاع ده من بوما. الماسكات دي كلها اتوزعت عليهم. غير كده عندنا الكراتين كانت جايبين اكتر من 25 كرتونه ماسكات. هنوديها فين يعني؟ مش هنوزعها ليه؟ يعني ايه الفكره يعني؟ والله يا فندم ده انا مش دي مش تصريحاتي، دي تصريحات دكتور محمد ابو العلا. ما للاسف دكتور محمد ابو العلا قال حاجات تدينا، بس انا ما اعرفش هو قالها ليه؟ يعني ايه الفكره يعني؟ هو قالها يا فندم، هو قالها يا فندم، يبقى اكيد شافها. شافها فين؟ هو حقيقي ما جاش اصلا وما شفناش. هو شاف، هو راح لهم العزل هناك الناحيه الثانيه من المطار عليهم. ما هو فندم راح لهم من المطار وعدى عليهم اوضه، ما انا ما قلتش ان هو جه لحضرتك، انا قلت ان هو يعني ال 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 الحالات اللي هو راح شافها، هو حكى اللي هو شافه او حكى الوضع اللي كان موجود. حضرتك يوم ما حصل ان هو الحالات دي ظهرت، الدواء بالكامل اتوزع على الاوض حاله حاله، عزلناهم في الدور العاشر كل واحد في اوضه لوحده، اتوزع عليهم الادويه بالكامل، اتوزع عليهم ماسكات، اتوزع عليهم مشروبات، اتوزع عليهم الاكل بتاعهم. عايز حضرتك تطلع لي حد يقول الكلام ده؟ اسال مثلا عربي بدر، اسال ابراهيم، اسال يعني اقول لحضرتك اي اسم. طيب هل يا فندم في لاعب فعلا دخل، لاعب المحترف في تونس دخل فعلا من غير شهاده ان هو اتعمل تحليل سلبي او رفض ان هو يعمل مسحه؟ لا يا فندم، محمود صابر عبد المنعم ده لعيب بيلعب في النجم الساحلي في تونس. ده كان معانا قبل ما نسافر احنا باسبوع، كان موجود معانا في مصر في المعسكر. غادر لتونس بمسحه علشان يسافر على الطيران التونسي. مسحه سلبيه. لعب ماتشين مع النجم الساحلي خلال الفتره دي قبل ما نوصل لهم او قبل ما ينضم للمعسكر، عمل مسحتين يعني مسحه قبل كل ماتش والاثنين سلبيتين. تمام. اول ما انضم انا شفته قلت له يا محمود فين المسحات بتاعتك؟ قال لي هجيبها لك، قلت له الواتساب بتاعي اهو ابعتها لي. تمام. راح وهو رايح التمرين بقول له فين المسحه ما جبتهاش؟ قال لي طيب حاضر هجيبها. المهم رحت مكلم كابتن ربيع وهو احنا في الاتوبيس، قلت له يا كابتن ما جابش المسحه، راح عازله والمهم راح مديله اللي فيه الاسم يعني. وانت ازاي والحكايه وي 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 وي، لدرجه ان الولد لما نزل من الاتوبيس كان المفروض كان في تمرين قعد على جنب ما رضاش يلبس الشوز بتاعه. والكابتن ربيع راح رجع له تاني قال له انت جاي بقى تعمل لنا فركشه في المنتخب وانت 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 وانت. المهم من هنا لهنا خلى النائب رئيس النادي يكلمه في التليفون وقال له ان هو مسحته سلبيه. تاني يوم كان عندنا المسحه بتاعت ليبيا اللي يوم 13. اتعمل له المسحه وطلع نيجاتيف. انا مش عارف كابتن الدكتور جمال كاتب الكلام ده ليه في التاريخ بتاعه. والمسحه معايا الاصل اللي هي الاوريجينال
انا ما سلمتهاش موجوده وهو نيجاتيف، وكان في السكور شيت بتاع ماتش ليبيا. يعني كل الكلام ده عادي تمام من الصحه، زي برضو لما الدكتور محمد ابو العيله كتب ان احنا عندنا 48 ساعه لحد ما نعزل اللعيبه. ازاي يعني 48 ساعه كانوا في فندق العزل، قال لك قعدوا اثنينات مع بعض. ده يوم ما حصل القصه دي الدنيا عندنا اتقلبت في الفندق، ما بين وزاره الصحه التونسيه وما بين شمال افريقيا، كانوا عايزين يرحلوهم في نفس الوقت. كل اللي عملناه ان احنا عزلناهم في الدور العاشر. حاسس ان القرار النهارده يا فندم في ظلم لحضراتكم؟ اه طبعا. تمام طيب، ما حضرتك برضو هتروحوا بقول لحضرتك المدربين دول. طب انا بلاش، مش مشكله انا. طب المدربين اللي اتبهدلوا دول بقى لهم خمس شهور ما بيناموش ولا بياكلوا ولا بيشربوا، وكانوا بيقعدوا اتنين في الاوضه كل يوم ويناموا في العربيه بين التمرينه والتمرينه. شقي وشقي وتعب 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 وتعب. ان شاء الله باذن الله فندم يكون في تحقيقات تقدروا حضراتكم تظهروا فيها وجهه نظركم، والامور ان شاء الله تمشي على الف خير. بشكرك فندم. أشكرك شكرا جزيلا. دكتور وليد منظور طبيب منتخب الشباب. أنا على فكرة هيكون معايا حلقة خاصة هنا لدكتور محمد أبو العلا بعد بكرة، بعد بكرة حلقة خاصة عن الملف ده هو مسجلها. مش هقدر أقول بقى كل تصريحاته عشان أنا ما بوصل الحلقة، لأن أنا مسجل معاه الحلقة. كل اللي دار هناك وكل اللي شافه وكل الكواليس، وفي الآخر اتحاد الكورة أحال الموضوع للجنة التظلمات، والناس تروح تقول وجهة نظرها وتقول برضو اللي حصل وتقول اللي هم شافوه. في الآخر يعني ربنا إن شاء الله بإذن الله يظهر الحق، لأن دكتور محمد أبو العلا وجهة نظره مختلفة تماما وليه وجهات نظر مختلفة تماما، وأنا الحقيقة أثق فيه جدا. الدكتور جمال محمد علي برضو روايته في أحداث كتيرة مختلفة تماما. دكتور وليد دلوقتي ليه وجهات نظر مختلفة، فرصة أن كل واحد يشرح وجهة نظره بالكامل، وإن شاء الله بإذن الله الحقيقة تبان. بسملة السلموني حالة خاصة، لاعبة وبتروح مع فريق طبي للمستشفيات عشان تعالج الناس، هي في سنة رابعة طب وهي لاعبة في الثلاثي الحديث، حالة كده خاصة. تعالوا نشوفها مع بعض وبعد كده نطلع فاصل، وبعد الفاصل كابتن أحمد بلال نجم النادي الأهلي في حلقة خاصة جدا بعد الفاصل. الحمد لله، يعني من وانا صغيرة بحاول أوفق بين الرياضة والدراسة. أنا كنت يعني من صغري من أيام السباحة أنا كنت بلعب سباحة، يعني بحاول على قد ما أقدر إن أنا يعني ما فيش حاجة تيجي على الحاجة التانية، بحاول أنظم وقتي. هو كل السر إن أنت تقدر تنظم وقتك وتعمل كل اللي أنت عايزه في وقت للمذاكرة وفي وقت للتمرين. الموضوع صعب قوي خصوصا في مصر إن أنت تدرس يعني طب وكمان مع الرياضة، والرياضة بتاعتنا كمان يعني ثلاث ألعاب. أنا سنة رابعة هي السنة الكلينيكال بالنسبة لنا، بنبتدي نتعامل مع الحالات ونشتغل، وخصوصا انها اول سنة كمان في ظل الوباء اللي احنا فيه، فكان الموضوع صعب علينا في الاول ان احنا نتعود او يعني ناخد حذرنا اكتر من الاول بكتير. احنا طبيعتنا طبيعة شغلنا يعني كدكاترة اسنان ان احنا بنبقى في احتكاك قريب جدا مع المرضى، فعادة بيبقى فيه اصلا اجراءات انت بتاخدها حتى لو مش في ظل الوباء اللي احنا فيه، فخصوصا كمان مع الوباء الاجراءات زادت اكتر وبنخلي بالنا اكتر، فالموضوع كان صعب علينا في الاول، بس الحمد لله يعني كله بيعدي الحمد لله بفضل ربنا. بحاول على قد ما اقدر وربنا هو اللي يعني بيحمينا. يعني بحاول ان انا ما بقاش سبب ان حد منهم يتاذي لا قدر الله، بس ربنا هو اللي بيحمي في الاول والاخر. انا شايفه ان يعني احنا كنا في الاول واخدين الموضوع بحذر اكتر، وكانت الناس بتخاف وكنا ماشيين كلنا بكحول وبنعقم ايدينا وبنعقم الحاجات وما بنخرجش في زحمه، بس حاليا لسه الناس مش مدركه ان الوضع فعلا صعب وخطر. محتاجين نخلي بالنا اكتر ونقلل يعني التزاحم والتجمعات، خصوصا كمان ان الدراسه كمان يعني توقف الحضور حاليا، فدي فرصه كويسه ان احنا يعني نقعد في البيت اكتر من الاول. ما اقدرش اقول ان احنا عندنا جهل او عدم ثقافه، احنا كلنا اعتقد مدركين دلوقتي حجم يعني الوباء اللي احنا فيه، وكل الناس دلوقتي مدركه ازاي تقدر تحمي نفسها، بس محتاجين ناخد الموضوع بمسؤوليه اكتر، وان احنا نتحمل نتيجه انه
انت ممكن تبقى سبب ان انت تأذي حد قريب ليك او حد من اهل بيتك او اصدقائك، فمش هتبقى حاجة كويسة خالص، وكمان انت هتحس بالذنب. فمحتاجين نبقى مسؤولين اكتر بس، لكن كلنا مدركين وواعيين يعني حجم الكارثة اللي احنا ممكن نتحط فيها لو ما خدناش بالنا اكتر من كده. 2021 سنة مميزة قوي، لانه اوريدي في تأجيل للأولمبياد سنة كاملة، في فرص زيادة ان احنا يعني نشتغل اكتر ونتحسن ويبقى الاداء احسن. الاستعدادات حاليا هي ان احنا بنركز على التمارين، اتمنى ان شاء الله الفترة الجاية يبقى في معسكرات خارجية وداخلية اكتر عشان نقدر نستعد. البطولات يعني الاحتكاك الخارجي للأسف متوقف عندنا يعني من شهر مارس 2020. أتمنى إن شاء الله في السنة الجديدة دي نبتدي يعني نشارك في سباقات خارجية أكتر عشان نكسب يعني خبرة أكتر واحتكاك. الإصابة والغيابات ضريبة تدفعها دائما الأندية الكبيرة خلال مسيرتها بسبب كثرة الارتباطات والمباريات، لكن أن تخوض مباراة بدون 11 لاعبا فذلك أمر صعب ولا يتحمله أي ناد مهما كانت قيمته الفنية، وهو ما حدث مع الأهلي خلال مباراته أمام وادي دجلة في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري. غاب عن الفريق الأحمر 11 لاعباً أمام دجلة سبب الإصابات، سواء كورونا أو إصابات عضلية، ولم يجد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق سوى اللجوء للعناصر الشابة لاستكمال القائمة، بعد أن غاب عنه كل من محمد مجدي أفشة ورامي ربيعة ومحمود كهربا وعمر السلية ومحمد هاني ومروان محسن وأكرم توفيق لإصابتهم بفيروس كورونا، بجانب كل من طاهر محمد طاهر وجونيور أجايي وجيرالدو وناصر ماهر، بالإضافة لعدم اكتمال شفاء الثنائي كريم نادفيد ومحمد محمود. الأهلي أضع أول نقطتين له هذا الموسم بالتعادل السلبي أمام وادي دجلة، رغم المحاولات التي قام بها موسيماني لتعديل الأوضاع، ولكن افتقاد دكة بدلاء جاهزة في تشكيلة الفريق حرمت المدرب الجنوب أفريقي من تكملة مشواره وتنفيذ أفكاره داخل المستطيل الأخضر. الإصابة بفيروس كورونا أصبح العدو الحقيقي للاعبين خلال هذه الفترة، بعيدا عن الإصابة العضلية التي تحتاج للتجهيز دائما، فمن ينجح في الخروج من فخ كورونا ويعود سريعا للتشكيلة الحمراء خلال الفترة المقبلة. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. احمد بلال نجم النادي الاهلي السابق ونجم منتخب مصر السابق، واحد حقيقي من الناس اللي بتشرف دايما بوجودهم معايا، وحشني. ربنا يخليك، انت اللي وحشني، والحمد لله بالسلامه وشفاء طهور ان شاء الله، يعني ومنور مكانك ومنور بيتك يعني. يا رب ربنا يخليك، وبتشرف دايما بوجودك معايا. الله يخليك، انا اللي بتشرف بيك يا سيف، والله ربنا يكرمك. شايف المنافسه ازاي السنه دي؟ هقوله ان الناس هتزعل. براحتك بقى، بص بيتك ومطرحك وعيش حياتك، ومش هقطعك واعمل اللي انت عايزه. بص، انا كنت متخيل السنه دي هتبقى مختلفه تماما، يعني في بدايه الموسم قلت الانديه ابتدت تجهز نفسها، الفرقه ابتدت تشتري، في اكتر من فرقه على الساحه عندها امكانيات ماديه تاهلها ان هي تعمل سيزون كويس، في مدربين على الساحه امكانياتهم وقدراتهم تسمح ان هم يعملوا سيزون كويس قوي السنه دي، ولكن جات البدايات على عكس كل التوقعات للاسف. يعني انا كنت متوقع ان المقاولين يستكمل رحلته تمام، يبقى من الفرق خلاص اللي هي اتثبتت خلاص وبقى عندها امكانيات ومدير فني موجود وفرقه عندها ثبات في التشكيل وامكانياتها جيده الماديه وعندها طموح وعندها مدير فني قوي وقدير ومحترم. يعني اللي حصل كالتالي، ثلاث مباريات بثلاث هزايم في البدايه كان امر صعب جدا على المقاولين العرب. فرقه، انا هبتديك من يعني قبل ما اطلع لفوق، يعني خلينا من الفرقه اللي تحت شويه، او مش اللي تحت، الفرقه اللي ايه اللي كان المفروض يبقى ليها شكل افضل من كده. يعني سيراميكا كليوباترا تمام، تعاقدات جيده،
ثبات، مدير فني مستقر معاهم، نادي بيصرف فلوس كويسه. توقعت برضو الامكانيات والقدرات هتبقى افضل من كده، ولكن جت التوقعات مخيبه للامال بالنسبه لي. بالنسبه للسيراميكا؟ اه بالنسبه للسيراميكا. بص يعني انت كنت متخيل ان هم في مكان افضل؟ على بص على قدر اللعيبه اللي بتشتريها تمام، وقدر الطموح والفلوس اللي بتصرفها، ده المفترض يبان ده كله في الملعب مردود. وانا انا بشوف الموضوع كده يعني. تصرف فلوس كتير قوي تمام، تتعاقد مع لعيبه كتير جدا، يبقى لازم يكون لهم مردود افضل من كده بكتير. بص الدوري المصري حدث ولا حرج يعني، السنه دي الاهلي ويجي بعديه شويه صغيرين كده الزمالك، وبعديهم شويتين ثلاثه بيراميدز، وبعديهم ثلاثه اربع شويه بقيه الفرق اللي هو ايه المتوقع ان هم كان يعملوا شكل جيد السنه دي. الاتحاد بقى اسكندري، المصري، سيراميكا، المقاولين العرب، الاربع فرق سموحه، الاربع فرق دول او الخمس فرق دول، ده كنت متوقع ان بدايتهم تبقى افضل من كده بكتير، او يعني في خلال الخمس ست جولات الاولانيه يبقى ليهم مردود افضل من كده بكتير جدا. ولكن بيحصل زي ما بيحصل كل سنه، يبقى الاهلي منفردا تمام، وبعد كده يجي الزمالك وراه، وبعد كده بيراميدز، وبعد كده بقيه الانديه. البساطه العجيبه دي بسمعك والله. انا قلت حاجه ده الواقع على فكره، انا بقول الواقع. ما تكلمنيش عن الاسماعيلي، دي حقايق. لا اسماعيلي مين؟ لا الاسماعيلي ايه؟ اسماعيلي انا حزين على الاسماعيلي بجد والله العظيم. يعني هو ده الاسماعيلي اللي كل سنه يبقى يطلع منه 3 4 5 6 لعيبه، الزمالك والاهلي بيتهافتوا عليهم. هو ده الاسماعيلي اللي كل اللي اي فرقه بتروح تلعبه بتخاف. هو ده الاسماعيلي اللي الاهلي والزمالك لما كانوا بيلعبوه كانت المباراه بيتعمل لها 1000 حساب. لا بالعكس، ده انا الاهلي النهارده عايز يلعب الاسماعيلي قبل ما يلعب سموحه، عايز يلعب الاسماعيلي قبل ما يلعب الاتحاد الاسكندري، هو الزمالك هكذا. لا الاسماعيلي للاسف عنده مشكله اداريه كبيره جدا لابد ان هو يحلها. ومش طبعا النهارده بص في كام مدرب اتغير في الاسماعيلي لحد دلوقتي في خمس ماتشات؟ كام مدرب؟ مبقتش فاكرهم. تلاتة صراحة. تلاتة النهارده، تلات مدرب اهو. بتكلم الموسم ده. الموسم ده ما كانوا في الخمس ماتشات دول تلاتة. لا لا على مدار الزمن ممكن يبقى 900 مثلا ولا حاجة. حديث غريب قوي ان نقول كام مدرب اتغير في خمس ماتشات. تلاتة ماتش ونص كل واحد. تمام؟ يعني مش معقول يعني. هو في حاجة كده؟ لا طبعا في الكورة مفيش كده خالص. مفيش حد في الدنيا بيعمل كده. يعني ممكن يعني هقول لك مثلا ممكن تبقى بداياتك متعثره شويه، بس خد بالك الاسم بيفرق. يعني النهارده ما ينفعش يبقى الاسماعيلي بالاسم والحجم ده كله وتيجي تقول لي ايه في خمس ست ماتشات عندك ثلاث اربع نقط. صعب. الناس مش هتتحمل، الجمهور مش هيتحمل، الاعلام هيبقى يعني هيبقى ضدك او هيبقى مش معاك. تمام؟ مفيش حد هيصبر عليك، لان انت المفترض انك فريق مصنف وفريق جماهيري. الجمهور ده مش هيصبر عليك على الاطلاق باي حال من الاحوال. فطبيعي جدا لو انت متعسر يبقى تدور انت كمدير فني انت اخترت مين في البدايه. انت هو الكوره في مصر للاسف عارف متقلبه، هات ريكاردو ماشي ريكاردو، هات ابو طالب العيسوي ماشي ابو طالب العيسوي وهكذا. بس ما لحقوش يسلموا عليه ويقعدوا معاه يشربوا حاجه. مع مين؟ ريكاردو ولا مين؟ ايوه يعني ريكاردو ده لما جه قال منقذ النادي الاسماعيلي وده الطموح وده اللي ضربه البدايه وده اللي هيعمل وده اللي هيساوي. بناء على ايه؟ اربع ماتشات. تاريخ قديم؟ ايوه. ما دي الازمه. انت في الاخر اخترت. ماشي، ما دي الازمه. انت بتختار لعيبه. هل يعني انت هو انا النهارده جوزيه ينفع تيجي تقول لي لازم يمسك يجي يمسك النادي الاهلي في التوقيت الحالي؟ لا امكانياته الفنيه تسمح ولا ذاكرته تسمح ولا قدرات ممكن كل ده ما يسمحش انه يمسك النادي الاهلي. هل ده ينفي تاريخ جوزيه؟ لا طبعا ما ينفيش، لكن في التوقيت الحالي لا طبعا ما ينفعش. ما هو مش هينفع كان ماسك الاسماعيلي سنه 85 فلان الفلاني هاتوه يا جماعه اصل كان وش حلو علينا. هي الكوره ما بتقدرش بالشكل ده، بالشكل الحلو ولا بالوش الحلو ولا لا. لازم النهارده تعرف امكانيات فرقتك ايه، لازم تعرف طريقه تفكير المدير الفني اللي انت بتجيبه، لازم تعرف قدراته ايه، لازم تعرف هو الفتره اللي فاتت ده كان شغال ازاي وبناء عليه تعاقد معاه. مش انا الاسماعيلي مثلا كان ريكاردو شغال معاه من خمس ست سنين كويس قوي فيا جماعه يلا بقى نلحق نجيبه اصل ده بيشتغل حلو مع الاسماعيلي. في الكوره كده؟ مفيش في الكوره كده خالص. الاسماعيلي رايح فين؟ لا رايح في بير غميق غويط جدا ان لم يتداركوا الامر سريعا سريعا. بقى في مدير رياضي جيد، في مدير كوره كويس، مدير فني ومعاه مساعدين، والجمهور يبقى سبورت للناس اللي موجوده دي، لان انا شايف ان هم عندهم فرقه كويسه.
يعني الاسماعيلي عنده فرقه كويسه مش وحشه، اللعيبه اللي موجوده في الملعب، السكواد اللي موجود عندهم لا كويس محترم يعني. وانا كنت بتكلم مع كابتن محمد وهبه من 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 حوالي بعد ماتش اسوان، هو صديقي يعني تمام، فالراجل بيقول لي مشكلتنا كلها في النخوره بتاعه اللي في الاداره مش في حاجه تانية. وهو قالها لي، سال لي انا مع اسوان واروح خلاص. يعني نخوره الاداره يعني كلام الاداره، ده عايز ده وده مش عايز ده، ده عايز يمشيك، ده عايز يجيبك، ده عايز يقعدك كده. ده مين؟ اسماعيلي فيه المهندس ابراهيم عثمان. مش هقول اسماء، مش هقول الاسماء. ايوه هو ما مش هقول اسماء. المهندس ابراهيم عثمان هو اللي بيدير. من مشاكل كبيره جدا اداريه تمام، واختلافات كتيره جدا داخل مجلس الاداره تمام، ده عايز ده يستمر وده عايز ده يمشي وده عايز يجيب ده وده عايز يجيب صاحبه وده عايز يجيب حبيبه، هي كده هي كده في الاخر. فالنادي لازم يقع، ده وضع طبيعي، وكل الانديه اللي مرت باختلافات اراء كلها وقعت، كلها بلا استثناء. قول عايز تقول مين تاني؟ مين تاني ايه؟ قول. ننتظر مفاجاه من المصري؟ اتمنى مفاجاه من المصري، لكن مش منتظر مفاجاه من المصري. ليه؟ اللي انا شفته فرقه المصري، علي معلول مدرب كويس انا بحبه وبقدره يعني، لكن المصري لسه مش قادر يقنعني الحقيقه ان هو ممكن يكون رابع مثلا دوري او ثالث دوري، مش قادر يقنعني يعني امكانياته وقدرات اللعيبه في الملعب. امال مين الفرقه اللي بسطتك السنه دي؟ الفرقه اللي بسطتني السنه دي في الخمس ست ماتشات، في الخمس ست ماتشات اللي اتلعبوا دول يعني ممكن اقول لك ممكن انا بشوف الاتحاد مع حسام حسن كويس مش وحش، برغم ان هزيمته الثقيله من الاهلي تمام، لتغيير طريقه اللعب مع النادي الاهلي، بس انا بشوف يعني فرقه متماسكه، فرقه متجانسه، مكتمله العناصر، ودي مهم جدا انك بتكون يعني تكون الفرقه مكتمله العناصر، ما فيهاش يعني اي ازمه في اي خط من الخطوط تمام. حسام بيعرف يشتغل معاهم كويس، بيعرف كمان عنده ميزه انه بيعرف يسترجع بسرعه يعني ماتش الاهلي مغلوب، الماتش اللي بعديه بيحاول بقدر الامكان، المباراه اللي فاتت يعني برضو عمل ماتش كويس، فانا بشوف ان الفرقه دي فرقه جيده جيده، لكن مفيش فرقه هتناطح الاهلي والزمالك السنه دي من اللي انا شفته الحقيقه، الخمس ماتشات اللي شفتهم مفيش فرقه هتقدر يعني تتغلب على الاهلي والزمالك. دجله جيد تمام ككوره، بيقدم كره جيده، لكنه كمكسب وانك توصل انك تكسب وانك برضو مفيش. رضا شحاته بيقدم يعني مع الجونه الحقيقه يعني ماتشات رائعه جدا. هل برحيل بواليا للاهلي هل ممكن الامور تختلف معاه؟ ده اللي هنشوفه بقى، يعني ده اللي هنشوفه، هنشوف قدرات رضا عامله ازاي لما يغيب عنك لعيب مؤثر جدا جدا. هل هتقدر تستبدله؟ هل هتقدر ممكن تغير طريقه اللعب؟ هل ممكن يبقى عندك البديل المناسب بالنسبه له؟ هل هيبقى الجونه هو زي ما هو بالانياب الهجوميه اللي كانت موجوده؟ تبان هنا يعني شخصيه المدير الفني. لو انت لسه بتلعب لحد دلوقتي راس حربه، مين اللي ما تقدرش تلعب عليه؟ في اللعيبه؟ ولا حد. العب على كل الناس. كل الناس في هو انا علقت انا معلق بس انا انت بتبص لي بصات لا والله يعني مفيش يعني ايه مفيش حد عاجبك يعني مثلا؟ مفيش راس حربه يقعدك يعني؟ لا 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 خالص. دوري السنه دي؟ ايوه. وفين راس الحرب؟ يا فين؟ مروان حسام حسن، مصطفى محمد. انت اتفرجت عليا؟ ها؟ شفتني؟ بجد؟ لا فاكره. مصطفى ما كانش يقعدك. لا لا ما حدش هيقعدني طبعا. انا بطلت عشان ما حدش يقول لك ناس ده مغرور وبتاع، انا بطلت خلاص يعني دلوقتي مش موجود يعني. لكن وانا بقى لو انا بقى العب يعني بامكانياتي انا وقدراتي؟ لا. حدش يقعدني؟ لا الفضل مني، لا 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 خالص. والله مش غرور ولا حاجه ولا اللي الناس، بس عشان الناس اللي في اشبال صغيره ما بتفرجتش عليا يعني تمام، فهي بتشوف دلوقتي ناس فبتقول لك ايه العظمه دي تمام. ما هو ما شافش العظمه اللي قبل كده عشان يقارن بين العظمه دي والعظمه الثانيه يعني. انا مثلا لما بقول كابتن حسام حسن اقول لا ده يعني فاهم، لما كنت انا موجود في الملعب وبشوف حسام حسن يعني كنت مثلا هقول لك على حاجه، مره كده كان عندي 18 سنه وبتفرج على التدريب بتاع النادي الاهلي حلو، واقف ورا سور الحديد بتاع ان كان سور الحديد بتاع التتش، وبعدين مين بقى في الملعب؟ حسام حسن واحمد فيليكس ووليد صلاح الدين وعلي ماهر، وكان لسه جايبين علاء ابراهيم من المنيا
وفاروق واحمد صلاح، عارف انت بتفعد بتفرج كده بعدين يعني. طب انا لو عديت من فاروق مثلا مثلا يعني عارف انت الافكار اللي بتجيلك، لو عديت من فاروق وعلاء ابراهيم تمام، هنخش بقى في حته علي ماهر. طب لو عديت من الناحيه دي لسه عندك فليكس، لو عديت من ده هتروح لعصام حسن ازاي؟ عارف انت الافكار اللي بيجيلك في الوقت ده يعني، ما انت عندك هو ده الطموح بالنسبه لك انك يعني عايز تلعب في الحته دي مكان واحد من دول من السبعه ثمانيه دول يعني، كلهم عمالقه يعني كلهم لعيب كره يعني هايلين. فانت بتقعد تفكر يا ترى وقت هل ممكن انا العب في وسط الـ 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 الفطاحل دي؟ امال مين اللي بطلك؟ يبقى تحدي. نرجع بقى لبطلني تاني. ما انا قلت لك مين اللي قعدك، قلت لي ولا حد، وانا كنت ناقشتك فيه. لا انا انا بطلت بالفعل فعلا. انا يعني. انا احمد دلال بطلت بالفعل فعلا والله. ازاي؟ بطلت بقى كانت وجهه نظر بقى يعني ايه كابتن حسام وبتاع خلاص مش عايز. حسام بدر. يعني مش عايز اطول في القصه دي كتير. بس مين الفرده اللي كانت في التوقيت ده اللي بطلتك؟ مين اللي كان بيلعب يعني؟ ايوه انت صعبان عليك تقول عليه. لا كان بيلعب عماد، كان بيلعب عماد متى، بس عماد كان مسافر ساعتها ما كانش موجود. كان موجود هقول لك انا، كان موجود محمد فضل، كان موجود واحد كده فرانسيس، محمد طلعت تمام. كل دول لعبوا عليك؟ لا هو اللي قعدني مش هم لعبوا عليا. ماشي يعني في الاخر دول انت قعدت وهم لعبوا. انا قعدت وهم لعبوا معايا. يعني دول اللي بطلوك قصدي او لا. يعني في عز ما انت شوف. مفيش مش دول اللي بطلوني هو كان قناعاته ان دول يلعبوا وانا ما العبش. تمام. هل الامكانيات بقى بتاعتهم تسمح ان هم يقعدوني؟ ده موضوع تاني بقى. هم كلهم محترمين وكلهم لعيبه كويسه وكله زي الفل يعني تمام، وانا بحترمهم كلهم بقدرهم كلهم، كل واحد عنده امكانيات كل واحد عنده قدرات، بس ده قعدنا انا ده موضوع تاني. حد فيه معادك؟ لا الكابتن اللي قعدني مش حد فيهم. لا الطبيعي ان حد فيهم معادك. انا وجهه نظري لا. وجهه نظرك لا. يلعب جنبي لكن يقعدني لا. ولا عماد متعب؟ يلعب جنبي عماد برضو. بص عماد من افضل اللعيبه. يعني هقول لك على حاجه، يمكن يعني من اللعيبه كده الفراوده اللي انا بحبها كمان، بحب اتفرج عليها. لعيب بيتحرك كويس جوه ال 18. بيعرف يسجل اهداف. عنده بيلعب دماغه كويس، بيلعب رجليه كويس، تاخد بالك بيشتغل يعني. عماد ما شاء الله يعني عنده ميزات الفرود المحترم. تمام. وفي وقت من الاوقات طبعا كنا عماد بيلعب وانا مش وانا قاعد بره. تمام. وما كنتش ببقى زعلان. تمام. انت بقول لما يبقى فيه لعيب كويس جيد امكانياته كويسه ما كنتش ابقى زعلان. دي ما بتمشيش بقى. لا فانا اقول لك على حاجه، انت من جواك غيره طبيعي. لكن عارف انت ايه يعني، انت ساعات بتبقى ايه لما يجي مثلا يعني يلعب عليك واحد زي فرانسيس ده، طب انت يعني بتضرب اخماس في اسداس يا جماعه. انا مره رحت كابتن حسين بدري قلت له ايه؟ قلت له كابتن حسين قول لي بس يعني فرانسيس ده يعني احسن مني في ايه؟ يعني هو بيعمل ايه انا ممكن ما اعملوش؟ تمام؟ بهزار كده يعني، فاهم قصدي؟ قال لا بس يعني كابتن حسين كان له رد لطيف كده ما بحبش ازعل حد يعني. قال لي بس والله هي ظروف ماتشات. قلت له كابتن ظروف ايه بس؟ ده ما عندوش فكره. تقول المدير فني كده. لا بص انا يعني الدنيا مفتوحه. لا لا انا ما عنديش مشكله في الحته دي. كابتن ما عندوش فكره يلعب عليه ازاي ده؟ طب يعني لو انت مقتنع الناس اللي برضه مش مقتنعه، فاهم قصدي؟ بمنتهى الصراحه لسانك ضيعك. طبعا طبعا. يا نهار ابيض. يعني في كتير جدا اوقات كتيره جدا 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 جدا. انا بص هقول لك على حاجه، انا مستر مانويل جوزيه مثلا يعني طبعا مانويل جوزيه في الاهلي سمعنا وقطعنا، مفيش حد بيرد خالص. مش الكلام ده يعني، انا مثلا انا الوحيد اللي كنت برد عليه. مش مثلا يعني عنفوان مني، بس انا هي دي شخصيتي يعني، فاهم قصدي؟ لما بشوف حاجه مش مظبوطه بقول دي مش مظبوطه. ممكن يكون ده غلط على فكره، وانا ابني بيلعب كوره مثلا. لو جه يقول لي هقول له لا اوعى تقول غلط تاني. يعني انت ما تشوف حاجه مش مظبوطه تقول دي مش مظبوطه على طول. يعني انت ما يسالوك مثلا مقارنه دلوقتي مروان بمصطفى محمد، مالها رايك فيها ايه؟ انت كان ليك راي فيها سابق، اكيد دلوقتي اتغير. بص اسمع بس عشان الموضوع ده موضوع شائك، عشان بس الراجل ده ما عندوش فكره. ده بص بيقول لك مروان احسن من مصطفى. شوف انا قلت حاجه، انا بسالك. ما انا هقول لك اهو انا قلت ايه. مروان لما كان في الاسماعيلي وكان في التوب فورم بتاعه تمام، وكان يعني هداف لعيب برضه. الناس اصلا بتنسى يعني، احنا ما بننساش ان احنا ايه، احنا مش هنتكلم في المجال، احنا مش هنتكلم على التاريخ، بنتكلم دلوقتي في الوقت الحالي. لا مصطفى احسن
في الوقت الحالي. في الوقت الحالي، ما انا قلت على فكره الكلام ده، انا قلته مصطفى في الوقت الحالي افضل من مروان. مروان بيلعب اصلا. طب ادي ادي ارقام مصطفى وادي ارقام مروان. تاني ارقام مروان معلش. تاني لا هات الارقام الثانيه اللي قبل. ما انا جاي لك اهو. يعني لعب كم؟ 89 مباراه وسجل 22 جول وصنع 7 مع المنتخب، 35 سجل 7 اهداف. طيب مصطفى 53 و22 جول وصنع 4 مرات وما جابش ولا جول، يعني 53 ماتش واثنين. والتاني كام؟ 89 و22 برضه صح؟ والله كنسبة التهديفية التاني مش ضايع يعني. لا مروان لعيب برضه كبير يعني عشان برضه احقاقا للحق راجل 89 بس لعب عدد كبير. ما هو 89 فرق كام؟ فرق تقريبا بتتكلم في حوالي 40 ماتش تقريبا ما بينه وما بين، او اقل من 40 يعني، اقل من 40 حاجه و30 مباراه. دلوقتي مين المهاجم الاول لمصر؟ والله بص، المهاجم الاول لمصر في الوقت الحالي على الساحه يعني قصدك؟ يعني انت عايزني اقول لك مصطفى محمد؟ لا انا عايزك تقول لي اللي انت مقتنع بيه. والله بص انا وجهه نظر يعني تمام؟ يعني في ثلاثه يعني ممكن يكونوا متميزين. الجون بتاع الشناوي ها؟ مين المخرج بتاع ده؟ بنساوي. عايزين البنساوي. لا ده بي يعني بيهزر ها؟ شغال معاك يعني. ماشي ماشي يا بنساوي ماشي. مروان اسمه مصطفى وشريف وحسام حسن. دول الثلاثة اللي فيهم الرمى يعني. محمد شريف محمد شريف مصطفى محمد، محمد شريف وحسام حسن. حسام حسن بقى خد الفرصة ولعب في الأهلي والزمالك، هيبقى كده مش هنقدر نحكم ونقول. تمام؟ لازم برضو يبقى بيلعب تحت ضغط، برضو اللعب في سموحة مريح شويتين ثلاثة. مفيش ضغوطات برضو عليك، الجمهور مش بيلزمش، مش شايفينك في كل. المهاجم رقم واحد في مصر مين؟ المهاجم رقم واحد في السنة اللي فاتت ولا السنة دي؟ خلينا السنة اللي فاتت. اللي جاب اكتر جوان اللي هو الهداف. طب اما انا اجيب لك مين؟ اجيب لك السنه دي السنه دي برضو اللي جاب اكتر جوان. يعني انت لو انت يعني ما انا قلت لك اهو شريف مصطفى حسام حسن، دول الثلاثه بالنسبه لي يعني دول مين يلعب في منتخب مصر المصاب. والله الثلاثه، ما هو الثلاثه لعبوا. شريف لعب وسجل اخر مباراه، مصطفى لعب. لو واحد يلعب مين يلعب فيهم؟ على حسب بقى كابتن حسام عايز ايه. لو هيلعب بمحطه هيلعب بمصطفى، لو هيلعب بلعيب تمام الثلاثه فيهم تحركات، الثلاثه يتحركوا يعني ما فيش مان تارجت بتشتغل عليه. هيلعب بشريف زي ما لعب المباراه اللي فاتت. موسيماني مدير فني كويس يعني انجازاته كويسه، لكن انا شايف ان لسه قدامه كتير عشان يقول انا عندي فكر بقدمه للنادي الاهلي. هو راجل انا بشوفه الى الان هو راجل محظوظ مع النادي الاهلي، قادر ياخد بطوله افريقيا. محظوظ ولا مدير فني كويس؟ شوف انا مدير فني كويس، اشوف بعناية التاكتكس، اشوف بعناية طريقه اللعب اللي بيلعبها، اشوف بعناية تحركات اللعيبه. ما شفتش اي حاجه؟ لا انا لسه مش شايف تغييرات في اداء النادي الاهلي، تغييرات خد بالك في طريقه اللعب، ولا حتى في يعني حاجات اتغيرت مثلا في اداء اللعيبه ولا في المهام الوظيفيه بتاعه اللعيبه داخل الملعب. لسه ما شفتش الكلام، انا على ارض الواقع ما شفتوش. انا بشوف الاهلي مكمل بالطريقه اللي كان بيلعب بيها فايلر، نفس طريقه اللعب، نفس الاداء تمام. ممكن حتى ممكن نقول بعض العناصر زي ما هي ما اتغيرتش تمام، لكنه الى الان محقق المطلوب منه. المطلوب بطوله افريقيا، بطوله الدوري العام، بطوله كاس مصر تمام. لكن انا عايز اشوف ابداع للمدير الفني. احنا جايبين مدير فني وبنعول عليه تمام. ده هل القماشه اللي موجوده معاه هي دي ادائها، ولا معاه قماشه تقدم افضل من كده؟ لا تقدم افضل من كده. من وجهه نظري تقدم افضل. مين اللي انت لان القماشه دي انت مستني القماشه دي مع فايلر؟ القماشه دي مع فايلر كانت بتقدم قبل كده ابداع تمام. دي وجهه نظر يعني فايلر مع النادي الاهلي لما كان شغال قبل موضوع كورونا وقبل بقى التجديد وهيمشي وهيقعد وبتاع، والامور كانت مستقره. لا كان مع الاهلي مقدم شغل جامد جدا، عامل شغل كويس قوي. كان في اداء اللعيبه في الملعب كان اداء متطور بشكل كبير جدا. انت مهم جدا انك تلمس، انت كمشاهد او كمتفرج او كمحلل، تلمس
التغيير اللي بيعمله المدير الفني في الفرق. يعني انت لو قايم فايلر وموسيماني مين افضل فنيا؟ اه لا انا بشوف ان فايلر فنيا افضل، مش عشان خد بطوله افريقيا يبقى لا يبقى ده خد بطوله افريقيا في وقت زمن صغير، كان اللي بيشتغل قبليه هو فايلر. تمام، كان اللي بيشتغل قبليه فايلر. انا عايز اشوف تطور فرقه النادي الاهلي او تغيير في اداء فريق النادي الاهلي او تحول في اداء لعيبه النادي الاهلي. تمام، السبيريت اللي كانت موجوده في ماتش القمه ونهائي الكاس هي دي اللي ادت النادي الاهلي البطوله. لكن انا ما زلت الى الان ما شفتش تغيير جذري، ما لمستوش بعناية، ما شفتوش في اداء اللعيبه. مين اللعيب في النادي الاهلي اللي انت مستنيه وما جاش؟ انا كنت الحقيقه مستني صلاح محسن كتير قوي يعني. تمام، كنت اظن ان ده ممكن يكون في يوم من الايام لعيب يعني سوبر ستار داخل النادي الاهلي، امكانياته كانت تسمح له يعني. لعيب عنده مهاره، لعيب عنده سرعه، لكن واضح ان ما عندوش شخصيه يعني، شخصيه النادي الاهلي يعني، فاهم قصدي؟ من الواضح فرصه جت وراحت، فرصه جت وراحت، فرصه بتيجي وهتروح كمان. فيعني انا كنت منتظر منه الحقيقه كتير جدا، لكن للاسف الى الان مش قادر يديني المردود بتاعه. حسين شحات يعني كل الناس شايفه ان حسين عنده افضل من كده بكتير وبيجي على فترات. لا حسين غير مقنع بالنسبه لي الحقيقه خالص. غير مقنع الحقيقه، غير مقنع بال... ايه دي يعني وجهه نظر على فكره. حكم ظالم. لا ليه؟ لان هو لعيب كبير وبيأدي بفترات بشكل جيد. شوف فترات دي يعني ايه فترات؟ يعني كل 5-6 ماتشات العب ماتش، كل 7-8 ماتشات العب ماتش، كل 10 ماتشات العب ماتش. انا بكلمك على حسين الشحات اللي احنا جايبين او النادي الاهلي اشتراه وتعاقد معاه عشان يبقى السوبر ستار بتاع النادي الاهلي، مش بكلمك على لعيب انت رحت تعاقدت معاه عشان يبقى لعيب مكمل. تمام، او لعيب عادي، او لعيب من داخل ال11. لا، احنا الاهلي لما تعاقد مع حسين الشحات تعاقد عليه لانه اللعيب السوبر ستار اللي يقدر طول الوقت او اغلبيه الوقت، مش هنقول طول الوقت مفيش لعيب بيبقى طول الوقت مستوى ثابت او مستوى عالي، لكن في اغلبيه الوقت يبقى ده اللي بيشيل النادي الاهلي وده اللي بيكسب النادي الاهلي. لا، ما حصلش الكلام ده. فانا مش بقيمه كحسين الشحات لاعب كره القدم يعني، انا بقيمه كحسين الشحات السوبر ستار اللي انت اشتريته عشان يبقى ده اللعيب يعني نجم الشباك بتاعك. لا، مش نجم الشباك بتاع النادي الاهلي. قفشه حل محل عبد الله السعيد. يعني رقميا ممكن نقول ان هو ابتدى يشتغل. عبد الله السعيد برضو عشان تبقى انت فاهم او عشان برضو الناس بتنسى، قعد 3 مواسم مع النادي الاهلي، مش عبد الله السعيد قعد بينسجم مع النادي الاهلي 3 مواسم لو انت تفتكر يعني. صح. يعني اول تجديد لعبد الله السعيد كان مفيش يعني، مش شايفين عبد الله. عبد الله تاني تجديده ابتدى يكون عبد الله السعيد اللي احنا شايفينه دلوقتي في الوقت الحالي. فانا اعتقد مجدي قفشه لو ركز في الكوره بشكل كبير وحافظ على ادائه ممكن يوصل ان هو يكون فعلا البديل الحقيقي لعبد الله السعيد. انت مش عاجبك حد خالص؟ ليه؟ لا بصفه عامه يعني. لا عجبني. مين؟ عجبني الشناوي. محمد الشناوي. عجبني ديانج طبعا. عجبني علي معلول. عجبني قفشه عجبني انا قلت لك اهو. وفي الزمالك عجبك مين؟ عجبني الافارقه في الزمالك يعني. المغتربين. المغتربين. فرجاني بن شرقي. فرجاني طبعا لعيب كبير طبعا. بن شرقي لعيب يعني سوبر ستار. مين تاني اجانب في الزمالك دلوقتي؟ بن شرقي ونجم بن شرقي يعني الاثنين دول. لا حميد احداد لسه يعني ما اقنعنيش يعني. عجبك مين في بيراميدز لحد دلوقتي؟ في بيراميدز عجبني احمد توفيق، لعيب كويس. اداؤه جيد. تمام. عجبني عبد الله السعيد بشكل عام يعني. مش هنتكلم على الحاجات الصغيره، لكن انت في الدوري المصري فلازم يعجبك يعني. يعني طالما انت بتشتغل في الدوري المصري يعني الماتش الجون اللي فات ده انت عبد الله بيعمل اعلان. ده ما جيش يعني الراجل بيعمل اعلان، عارف انت فاكر الاعلان بتاع كابتن خالد عاشل بتاع زمان اللي هو يمشي بالكوره كله يقع. ده مش موجود يعني في اي حته في العالم يعني، فاهم؟ لكن خلاص طالما هو بيجيب اجوان كده يبقى لعيب متميز، يبقى لعيب كويس. مش عارف رمضان؟ لا رمضان لسه، لا رمضان لسه انا شايف انه غير مكتمل بدنيا يعني لسه يعني. رمضان المباريات اللي فاتت غير رمضان اللي انا اعرفه الاهلي. رمضان اللي اعرفه الاهلي كان دايما يستلم ويروح واحد على واحد. عنده الجراءه، اللياقه احيانا مش احيانا، اللياقه دايما بتساعد رمضان
انه يقدر يعمل اللي هو عايزه، لكن رمضان شايف انه بدنيا مش قادر، عشان كده كل ما بيستلم بيقف وبيرجع لورا، بيقف ويرجع لورا. مش ده رمضان صبح اللي احنا شفناه في النادي الاهلي، لا خالص خالص. يعني عجبني احمد سامي. ما عجبكش اخر مباراه؟ الجول فقط لا غير. بس الجول اللي جابه هو كان هدف يعني فيه ذكاء من من رمضان، بس برضه جون يعني متفسح يعني مش حد داخل عليك. طيب نروح نشوف السادات المقاولين العرب للقاء العوده في تونس، ونشوف النجم الساحلي بيستعد ازاي، ونرجع لكم بعد الفاصل مع الكابتن احمد بلال. نادي النجم نادي كبير في تونس هنا بعد نادي الترجي ونادي الصفاقس. احنا عاملين حساب المقابله ديت، كان عندنا غيابات كتير في المقابله في القاهره، كان عندنا كام لعيب اساسي غايب عن المقابله. الحمد لله رجعوا الماتش الاخير بتاع البنك الاهلي. الفرص بيننا وبين النجم دلوقتي 50-50. النتيجه في القاهره كانت الشوط الاول كان نتيجه سلبيه، ان شاء الله نعمل نتيجه ايجابيه النهارده معاهم الموسم الماتش الثاني هنا ان شاء الله يوم 6 ونقدر نسعد ان شاء الله. اكيد مواجهه صعبه بالنسبه لنا، وزي ما انت بتتكلم نادي النجم نادي كبير ومتمرس في البطولات الافريقيه، وكل سنه بيمارس بيلعب في بطوله افريقيا، وهم اكتر فريق حاصل على الكونفدراليه، اكيد عندهم خبرات كبيره، واحنا عارفين طبعا المباراه بالنسبه لنا صعبه جدا وعاملين حسابهم بشكل كبير. نتمنى ان شاء الله ان احنا نعمل نتيجه ايجابيه ونقدر نصعد من تونس ان شاء الله. لا بالنسبه لنا اكيد شيء ايجابي طبعا، اللعيبه كلها في معنويات مرتفعه، ان انت تبقى كسبان قبل ماتش النجم اكيد بتدخل مباراه النجم وانت في حاله كويسه. كان عندنا اصابات كورونا، الحمد لله الامور بدات ترجع تاني، اللعيبه بدات ترجع تاني تدخل مع الفريق، ادتنا قوه اكتر. نفس الوقت النجم اخر ماتش خسران من نادي الترجي، مباراه بتبقى ديربي في تونس، اكيد برضو هم هيبقوا متاثرين شويه بالهزيمه، بس هم فريق كبير يقدروا يطلعوا نفسهم بسرعه ويقدروا يفصلوا. احنا عاملين حسابهم زي ما بقول لك بشكل كبير، وعارفين ان المباراه صعبه. نتمنى ان شاء الله يكون التوفيق معنا ونقدر نصعد من تونس باذن الله. ان شاء الله نلعبوا في ماتش كاس نجم الرياضي الساحلي، معناها في مباراه الذهب تعبنا برشا، في لي كونديسيون اللي تحطينا فيهم، وفي معناها لي جوار معناها اللي كانوا تيستي بوزيتيف، نتصور 0-0 عن سكور بوزيتيف بالنسبه لنا. نحن جايين لتونس عارفين علاش قادمين، مباراة ان شاء الله باش تكون فيها برشا حسابات، برشا تكتيك، يعني ان شاء الله اللي في الخير ربي يسهل فيه، واللي يكون حاضر اكثر ويحاول فيق اكثر ان شاء الله يروح بورقة بزارش ان شاء الله. اولا نرحبوا بفريق مقاولين العرب، ونرحبوا باخوة المصريين، وهذه مش اول مرة معناتها الفرق المصرية تجي تونس، وكل الفرق المصرية من غير فخرة تعرف شنو الدور اللي يقوم به النجم الرياضي الساحلي مهما كانت النتيجة في الإياب ولا في الذهاب. وإن شاء الله معناتها تكون الأمور طيبة، كل شيء وفرناه كما هم وفروا لنا غادي كايا احنا وفرنا، وكنت بالتنسيق مع الكابتن رامي، وتقريبا لحد الآن ما فماش حتى أي ثغرة، وإن شاء الله تكون الإقامة طيبة والمباراة تكون يوم الأربعاء، وإن شاء الله يعودوا لمصر ان شاء الله الامور لاباس. احمد بلال والهدف الثاني للنادي الاهلي، هدف احمد بلال في الدقيقه 17. لكن نيجي عند التلت الهجومي يبقى فيه بطء، هنا البطء بتتقطع على طول، الميس باس من ياسر الكناني وتوصل الكره لمحمد جوده وانطلاقه من جوده والبينيه، هو بلال الاخطبوط بلال. السؤال بقى اللي كنت لسه بسألك دلوقتي، عندك الشوتات بتاعتك بتاعت زمان دي؟ عندي مثلا 2 أو 3 بس، دول يخدموا معاك لان مهما زدت برضه هم واسعين. بتهيألي ما عندكش حاجه صغرت يعني. لا صح؟ لا المقاسات زمان كانت شفت وانت بتجري المقاس عامل ازاي؟ لا الكم، شفت الكم فين اصلا؟ اه انا عارفه كنت بلبس ايه؟ ايه؟ ميديوم.
ودي ميديم. الله العظيم دي طب والله العظيم ميديم. مفيش مره مثلا قلت طب يا جماعه يعني ليه مفيش شورت مقاسي وكده؟ اقول لك على حاجه، الشورت عشان كمان يعني انت بتجيب الشورت زي التيشيرت يعني ده ميديم ده ميديم، فتعمل ايه تقلبه كده عشان ما يبقاش طويل الشورت. اه والله عملت اتنين تانيتين كده اصلا. اه والله العظيم كلام جد. لا اللبس زمان كانت يعني كان يعني بس كنت بتلعب انت مرحرح بقى تيشيرت واسع. مين مثلك الاعلى؟ مثل الاعلى مثل الاعلى انا يعني انا كنت بعشق رونالدو الكبير يعني هنا في مصر. هنا في مصر هنا في مصر كابتن خطيب. كان كابتن حسام حسن طبعا يعني كابتن ابو زيد يعني دي من الناس اللي انا كنت بحبها جدا يعني. عمر الاهلي اخذ لاعب افريقي من فرق في مصر هنا ونجح؟ ولا من افريقيا ولا من المقاولين العرب. لا بس من افريقيا فيه. لا قصدي افريقيا يعني. من مصر ولا حتى من المقاولين العرب. حظنا وحش معاهم. بجد والله. تعالى كده نبص عشان افكرك وانت اتعلم. ماشي يلا. بس انا عايز اقول لك حاجه، فين بقيت الاجوان بتاعتي؟ هجيب لك كل حاجه. لازم تجيب شويه عشان تعلم الاولاد الجداد رأسات الحربه الجداد يتعلموا. ماشي انت جاي تسوق نفسك عندنا. اسوق ايه بقى؟ انا عايز انا عايز دي خدمه الدول الاشبال. انا ساوي جاهز اجوال بتاعه كابتن احمد بلال عشان نشوفها. جاهز يا باشا. خش علينا ورينا الافارقه. مش بس تقعد تجيب لي اللقطه بتاعه في ماتش بيراميدز. ها والله في اسماء انا مش فاكر ان هم لعبوا في الاهلي اصلا. اقسم بالله العظيم. يعني سعيود ده اسمه ايه؟ سعيود. سعيود ده لعب عندنا. بجد والله. صلاح الدين سعيود لعب عندنا فعلا في الاهلي. سعيد. لعب كام دقيقه؟ اكيد ما لعبش ماتشات. لعب ست ماتشات. ست ماتشات في كام سنه؟ اكيد لعب سته ومشي. اكيد استحاله. مش فاكره بجد ولا والله ما فاكره. والله ما فاكر اسمه ايه. صلاح الدين سعيود. مش فاكر والله العظيم. سعيدو جا منين اصلا؟ يعني بلد اثيوبيا. اثيوبيا بتجيب لعيبه. كان انت تهزر. اثيوبيا بتجيب لعيبه. اذا كان انجونا مش جايبه لعيبه اثيوبيا. انت مخلص الدنيا كلها كده مفيش حاجه جايبه معاك اي نتيجه خالص. طب انت فاكر سعيود ده؟ انت فاكره. يعني كل احترام لكل طيب. لعيبه يعني ماشي بنحترم كل الناس دي قدرتهم. انا بتكلم على الاهلي. انت شايف ان اللعيبه دي ليه يعني اولا تشيرنو جالنا وهو بيبطل ماشي يعني خلاص بعد ما تشيرنو اصلا لعب في الدوري المصري سنه حاجه و80 حلو او 91 مثلا يعني تمام تقريبا وكان عنده ساعه 24 سنه ده المعلن. اللي مش معنا بقى ما نعرفوش جالنا الاهلي سنه 2000 تقريبا 2000 تقريبا كان عنده 40 سنه يعني مفيش ولا واحد من اللعيبه دول لفت نظرك؟ لا ولا لعيب. طب مين اللعيب الافريقي اللي في الاهلي اللي ما تنساهوش؟ فيليكس طبعا يعني عشان انا شفته طبعا بس لا انا شفته يعني شفته بعناية وشفت يعني انا بالنسبه لي فيرويد راس حرب عنده كل. طب ما انت لعبت مع فلافيو جيلبرتو. مش انت بتسالني دلوقتي؟ انا هقول لك. تسالني واحد انت لازم بعد فيليكس مين؟ قول لي بعد فيليكس مين. فيليكس رقم واحد. فيليكس طبعا انا شفته لعيب امكانيات. جيلبرتو لعيب هايل. هايل هايل هايل. فلافيو لعيب كويس طبعا. راس حربه هايل يعني دول الثلاثه اللي انا شفتهم بعناية في الملعب. يعني انا شفت تحركاتهم شفت بيلعبوا ازاي امكانياتهم قدراتهم يعني ثلاثه من اللعيبه اللي فعلا يعني سابوا بصمه في النادي الاهلي. فلافيو كويس ولا هايل؟ كويس ولا هايل؟ لا كويس. انا بشوفه كويس. لعيب كويس بس ارقامه كانت كبيره مع النادي الاهلي. طبعا عمل ارقام كبيره قعد سنه بيحضر
سنه كامله بيحضر، فاكيد اللي بعديها يبقى كويس. امال مين اللي انت قلت هيكسر الدنيا ما عملتش حاجه خالص؟ يعني صفقه جات لنا من انت من قلت بس يعني؟ المهاجم ده هيدغدغ الدنيا، ما شافش. اصل خد بالك انا في الوقت ما كنت انا بلعب يعني، ولا في ولا ولا كنت بتلعب وانا بلعب؟ لا في الوقت ما كنت انا بلعب كان كنت انا جيت بعد كابتن حسام حسن وكان معايا محمد فاروق، ما جالناش حد يعني، كل اللي جم يعني عوابر سبيل يعني، فاهم؟ كل الناس اللي جت يعني ست اشهر وبيمشي سنه وبيروح، حتى مع حتى مع مستر مانويل جوزيه يعني كان نجيب اللعيبه بتاعت افريقيا نختبرهم يروحوا يعني، مش نختبرهم يعني يعملوا اختبار اي يعني، ينزلوا ماتشين ثلاثه وبعدين ايه. الدنيا لما بتبقى ماشيه بتبقى عندك المساحه انك تجرب اكتر من حد. لما بتكسب ماتشات وبطولات تمام، بيبقى عندك برضو الفرصه انك تجرب اكتر من لعيب. ده اللي كان بيعمله مستر مانويل جوزيه، يجيب لنا شويه افارقه وبعدين يرجع يمشيهم تاني، وبعدين يجيب لعيبه ويرجع يمشيهم تاني. انا مش يعني الاسماء يعني يعني ممكن ما تكونش يعني على بالي، انت مستمتع؟ بتفرج، ما هو هدف ليك اهو. لا مش بتفرج، اسمها مستمتع. مش بتفرج، في فرق بتفرج وفي فرق مستمتع. بصراحه مستمتع. طيب اهو انا عايزك تستمتع معايا وانت بتتكلم. حكايه الجون ده شفت ده طك، شفت كاتم ازاي؟ دي امكانيات والله العظيم، اللي يشوف يقول لعيب كوره طك، ده اللي يشوف بقى. يعني في لعيب اسمه دومينيك مثلا جه عندنا في الاهلي، ماشي لعب مثلا 30 دقيقه مستر مانو ومشي، بس ظروف النادي ساعتها والفرقه. لا انت برضو لعيب، في لعيب بينزل التمرين كده تقول يا نهار ابيض دي فرده، وبعدين ما تلاقيهاش. اقول لك انا مين يعني، ايفلينو ده لما جالنا الاهلي في التمرين، اول تمرين مثلا كنت انا موجود تمام. هما دايما كانت ايه زمان، عشان زمان كنا بنلعب اتنين فراوده يعني 4-4-2 فراوده، فمش انت لوحدك هتلعب، في لازم فرده جنبيك يعني. فلما جاي ايفلينو بقى جايبينه من انجولا، انت عارف الرقم ساعتها كان خزعبلي، مليون وشويه دولار دي يعني عارف. فانا عايز اشوف بقى المليون وشويه دولار دول على الارض يعني نتفرج يعني. لقيت بقى فنتات وسيزر وحاجات بقى وكعب، بس سلام وقال ما رب رحيم تمام. يعني ايه نحاول نحافظ على الايه على الـ على الـ على النص الثاني، ما هو النصين بقى يعني اتنين فراوده، فانا مكان هو مكان، احاول احافظ بقى بقدر الامكان على مكاني جنبه. لا في الماتشات لا ما ادانيش اي مردود خالص بصراحه خالص. انت كنت تقلق من رقم اللاعب فلوسه ولا ما تشوفه؟ لا الفلوس، بص الفلوس بتخليه يبتدي يلعب تمام. يعني انت شاري بفلوس كتير فلازم تديله، هتلعب غصب عنك يعني. فالرقم بيجبر، مش بيجبر المدير الفني، بيخلي المدير الفني يحطه في اولوياته لانه خلاص هو اللي موافق عليه وهو اللي جايبه، ودي قناعاته في الاول وفي الاخر تمام. فبيخليه يلعب، فبديله فرصه، اكبر فرصه ممكنه. فانت لما يجي لك حد كده برقم كبير فطبيعي هيبقى موجود يعني، كويس ولا وحش هيبقى موجود. فالارقام طبعا ليها حكم كبير في اللعب او في الفرصه، مش في اللعب في الفرصه. يعني هقول لك على حاجه مثلا، انت سالتني من شويه عن حسين الشحات، قلت لك مش مقنع بالنسبه لي الرقم بتاعه يخليه يلعب كمان سنه غير السنه دي كمان سنه تمام، بعد السنه اللي جايه الرقم هيتنسي خلاص. فاهم قصدي؟ وانت شايف ان اداؤه ده ما يخلوش يلعب باستمرار؟ لا. لا 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 طبعا. كهربا ابتدى يفوق في الاهلي؟ ابتدى يفوق، ابتدى يعني، بس الكهرباء واضح انه ما عندوش حظوظ يعني. كل ما يفوق يقع، كل ما يفوق يقع، كل ما يفوق يقع. اتمنى، لان هو لعيب عنده امكانيات، وانا شايف ان سلوكه ابتدى يتعدل جوه النادي الاهلي يعني. ابتدى يندمج مع منظومه النادي، ابتدى يندمج يلتزم مع بشكل كبير. ابتدى يلتزم يعني. بص لعيب عندك امكانيات وقدرات، هتبقى ملتزم هيبقى في ناتج، مش هتبقى ملتزم خلاص قدراتك وامكانياتك تيجي تحافظ بيها نفسك بقى. انا شايف ان كهربا ابتدى يلتزم، فده بان عليه في الملعب كمان يعني. ثلاث ماتشات او ماتشين تقريبا، ثلاث ماتشات بثلاث اهداف. بدايه رائعه جدا 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 لكهربا. لو كمل بالشكل ده مع التزامه اعتقد كهربا السنه دي هيعوض سنوات كثيره فاتت. ليه دايما بيراميدز بيعمل صفقات كبيره جدا، فريق كبير جدا وما بيديش مردود؟ فين المدير الفني؟ فين المدير الفني؟ المدير الفني بيتفرج على يعني بيشوف ماتشات ثانيه غير اللي احنا بنتفرج عليها. يعني ده مش كوتش، ده ممكن يكون مدرب كويس يعني، يعمل لهم تقسيم حلوه، تمرين كويس على الجول، شويه كروسات، لكن ده هيد كوتش بيكاتشن يعني، بيشوف وبيغير وبيحط وبيبدل؟ لا.
ده بيتفرج هناك في حته تانية خالص. الفرقه دي عايزه مين؟ عايزه واحد يعني، عايز حسن شحاته مثلا يعني، شخصيه يقدر يلم اللعيبه، نجم كمان. انت بتتكلم في 30 نجم مش 30 لعيب، بتتكلم في 30 نجم. صح. كل واحد رقم كبير جدا جدا. فبالتالي لازم المدير الفني يكون مقنع اولا للعيبه، مقنع في تغييراته، مقنع في تشكيله، مقنع في ادائه، مقنع في تصرفاته. يكون حتى كمان اللعيبه لمست، لما تعمل سيرش النهارده اي، معلش انت الولد بيبقى عنده 8 سنين بيبقى في مدرسه الكوره، وتجيب له مدير فني يعمل سيرش عليه يقول لك ده، ف القناعات بتاعته بتبقى قليله شويه. لكن لما تشوف حد تمام كان نجم او كان لعيب او كان عنده امكانيات او حتى سي في قوي كمدير فني، لا اللعيبه بتقتنع بيه. لكن انا ما اعتقدش ان لعيبه بيراميدز مقتنعين بالمدير الفني اللي موجود، ما اعتقدش يعني. اولا لا بدنيا لعيبه بيراميدز واقفين على رجليهم، ولا الاداء الفني بالنسبه لهم مقنع بالنسبه لي. يعني المباراه اللي فاتت تمام، لا الانتاج الحربي يعني كان ممكن يخرج بالمباراه كسبان. المباراه اللي قبليها قدام سيراميكا كليوباترا، المباراه رايحه جايه، فرق الفلوس وفرق اللعيبه وفرق الامكانيات وفرق القدرات وفرق التصريحات كمان، مش هقول الطموح، فرق التصريحات مش موجود في الملعب. لما يبقى في تصريحات لازم تبان في الملعب. تمام، لما يبقى في كلام كتير انك انت عايز تلعب على بطوله، لازم يبقى باين على الاقل في الروح بتاعه اللعيب. صح. انما لا اداء فني ولا روح في الملعب، يبقى مفيش مدير فني قاعد بره. قلت الكلام ده ولا لا؟ ما قلتش حاجه، نشوف بعد الفاصل قال ولا ما قالش، هنعرف. نشوف بقى الحاجات دي بلال قالها ولا ما قالهاش، نشوفها على الشاشة وقرنا كده وسمعنا. لا اقرا انت. يلا اقرا انت. انا قلت كده فعلا. طب قول اقرا. قلت اللي مكتوب. اللي هو هو انت احنا الناس بتتفرج على راديو؟ ايوه. الناس لا الناس بتسمع. قول. الناس بتتفرج على التلفزيون. احمد بلال. ها. انا قلت ان مصطفى من ضمن التشكيل بتاع 2020. دي حقيقة. الافضل ل 2020. مظبوط، دي حقيقة. اللي بعده كان اختياري الحقيقة، بس عشان بقى عشان تعرف ان انا راجل منصف. ايوه. لا لما يبقى لعيب كويس بيأدي كويس هقول انه بيأدي، انا ما فيش بينه وبينه حاجة. اللي بعده هات يا عم. ايه ده؟ الملك فرح مصطفى ايه؟ متمرد شوف رأيه في انضمام بواليا. متمرد. انا قلت كده برضه، قلت لو اللعيب بيتمرد عشان يسافر خلاص يبقى مش هيقدر يديك تاني. يبقى لازم تسيبه على طول. اي بص، اي لعيب اي لعيب هيقعد في البيت عشان يجبرك تاخد قرار. على فكره مش انا اللي قلت، مش انا اللي قلت انه يقعد في البيت. ده هم اللي قالوا يعني، الاداره والناس والصفحات بتاعه الزمالك كلها، يا ابني يا ابننا يا حبيبنا كده تعمل كده فينا. وقعد في البيت وقعدوا ايه يولولوا. حلو. فانا بس ناس بتسالني تقول اي لعيب يتمرد. تمام. تحفظ بس على بيولولوا دي. معلش. حاضر. يعني بيصرخوا يعني. ماشي. فقلت اي لعيب بيعمل كده يبقى لازم يمشي على طول. هتقعده ازاي؟ لعيب بيقول لك انا مش جاي التمرين علشان امشي، عشان عايز اسافر. انت هتقعده تعمل بيه؟ مش هديك حاجه. مش هديك حاجه. ورايك في صفقه بواليا؟ انا قلت زي بواليا، بص لعيب كويس. وانا بقول دايما ان لعيب الكوره اللي بتشتريه زي البطيخه كده، بالك انت ونصيبك. صح. يعني ياما جبنا لعيبه توقعاتك بارقام. اتمنى ان يؤدي بشكل كويس. هو امكانياته جيده. تمام. بس هل هيتاقلم مع الاهلي؟ هو ده اللي هنشوفه يعني. اللي بعده الصور اللي بتجيبوها لي دي يعني. ها ودقني وبتاع وحركات. ماشي. البدري انصفني في ازمه مصطفى محمد. ولا نقول تصريحات للشو ولا الترند. انت مالك الترند اصلا. حسام البدري طلع قال اللعيب محتاج يطور من ادائه شويه. ده نفس الكلام اللي انا قلته. طلعوا قالوا حسام ازاي تقول كده؟ يا عم هو قال حاجه؟ الراجل قال حاجه؟ هو لازم خلاص يا عم، ده كريستيانو كده حلو؟ كده الناس مبسوطه؟ مش هما طلعوا في واحد كده زملكاوي قال لك ده قد كريستيانو واحسن من كريستيانو قد ميسي؟ خالد غندور معايا يا عم. بص انا ما تقليش اسماء. هو معايا، تلاش اسماء وانت بكهربك.
انت بتقول لي حاجه، الناس بتزعل يا عم مني. كابتن خالد الغندور معايا قال ايوه. كابتن خالد الغندور قال ايه؟ قال الجامب بتاعه حلو، يعني قريب من جامب بتاع كريستيانو، ما قالش ما قارنوش الحقيقه بكريستيانو عشان بس ناخد التصريحات مظبوط. يعني هو كان معانا قال لي هذا التصريح بتاع اليوم السابع. معلش معلش كان معايا هذا التصريح بتاع اليوم السابع. معلش انا انا هذا التصريح بتاع اليوم السابع. انا متفرج على الندوه بتاعته، انا متفرج عليها، انا متفرج. قال ان هو قال انا ممكن اقول ان هو في جامب بيلعب بدماغه احسن ميسي. معنى كان احسن ميسي؟ لا. اللي بعده ارد عليك اقول لك ايه؟ طيب والله انا بقول لك والله الصراحه. طيب خلاص، لما واحد بيقول لك زي كريستيانو اللي طلع 9 متر 9 متر فوق وحط الكره في البعيده 9 متر ومع مين بقى؟ مع عمالقه الدفاع في اوروبا، تمام؟ قدام مين؟ قدام اليوفي، اللعيبه بتاعت اليوفي الدوري الايطالي المصنفين افضل دفاع في العالم. هنا بنلعب ضد سيرس الليان وانا اسف ما احترم سيرس الليان وبنلعب معرفش ايه، وتيجي تقول لي يا اصل ده قد كريستيانو؟ انا ما قلتش قد، هو بيقول الجامب بتاعه شبيه بيه. الله يا اخي انا مش هقول ايه. طيب ماشي اللي بعده. احسن احسن من كريستيانو. الاهلي يحتاج مهاجم جديد بعد تالق محمد. لا يحتاج مهاجم جديد بعد تالق محمد شريف. لا لا التصريح ده انا ما قلتوش. ما قلتوش. لا اللي بعده. لا 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 ما قلتش الكلام ده. انا قلت محمد شريف تالق وده شيء جيد، بس الاهلي ينقصه لعيب برضه رقم 9. فيلو رقم 9، فاهم قصدي؟ تمام. ايه ده؟ اتمنى خساره الزمالك امام الرجاء في دوري الابطال. قلت كده صح مظبوط. وانا عايز يوكي يكسب ليه يا اسطى؟ ده منافس بتاعي. اتمنى له يكسب. لا طبعا استحاله. اي فرقه يلعب قدامها اتمنى له يخسر اكيد طبعا. ده طبيعي. اللي بعده. مش عاجبك كلامي. لا لا يعني ده طبيعي على فكره. طبيعي. طيب وانا على فكره مش مختلفين، ده وجهه نظر. انت مختلف. انت بتشجع النهارده مثلا ريال مدريد. عايز برشلونه يكسب؟ اكيد لا، بس لو فريق مصري بيلعب قدام اي فريق هشجع الفريق المصري. بيلعب في نفس البطوله اللي بيلعب فيها. ماشي اللي بعده. ماشي مختلفين احنا. خد على فكره دي مالهاش علاقه غير بس بالتشجيع، مالهاش علاقه بالانتماءات ولا الوطنيه ولا الكلام ده، عشان برضه يبقى دي. قلت ايه انا فتحت امتى؟ قلت ايه؟ قلت ايه؟ طيب طب اقرا انت بقى عشان اللي تحت ده. بعد مواجهه وادي دجله بعد التعادل السلبي انه ارتكب اخطاء فنيه امام وادي دجله. قلت ان هو ما قدرش الماتش بشكل كويس. تمام. وان انا لسه برضو ما شفتش منه يعني اللي يقول ان ده مدرب كبير قوي، مدرب عالمي يعني، فاهم قصدي؟ وانا قلت الكلام ده معاك دلوقتي من شويه يعني. شرفتني ونورتني حبيبي. تسلم. شرف بوجودك دايما. استناك بقى نلعب تنس ان شاء الله مع بعض. اخر مره انا مروقك. انت واخد انت وحازم امام 6-0. طب ما انت و6-1 و6-2. انت وحازم امام 6-0 انت اخد بعديها برضه و6-1 و6-2. طب ما انت خسران. رحت جبت لعيب محترف عشان تكسبني 6-0. 6-0 انت خدت حاجه؟ لا انت اول ما جيتش هتقول لي بط وحمام. لا 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 كابتن، هنطلع على النادي كان واكل بط ساعتها. هنطلع على الهوا نتفاهم. شرفتني نورتني. شكرا يا كابتن. خلصنا حلقتنا وفقرتنا الثانيه مع الكابتن احمد بلال. نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل مع جهاد عرابي ولغه الارقام والسوشيال ميديا بعد الفاصل. نرجع تاني مع جهاد عرابي ولغه الارقام والسوشيال ميديا، والفقره دايما الحياه اللي بحب اقعد اتفرج عليها جدا واسمعها. شرفوني. ده شرف ليا والله يا كابتن، والحمد لله على سلامتك. ربنا يخليك. تشرف بوجودك دايما. ربنا يخليك يا كابتن زيد. الميكروفون معاك، احدث الارقام واخر الترندات. انا هبتدي الاول بالجديد، نبتدي بماتش الزمالك امبارح عشان هو اكتر حاجه لسه في دماغنا. هتظهر قدامنا دلوقتي على الشاشه الترندز بتاعه بعد الشوط الاول بعديها بعد الشوط الثاني كانت عامله ازاي. انا من بس يعني اول فقره هنتكلم على الماتشات بيحصل فيها ايه او بتخلي يحصل ايه في تويتر وفي الترندز، يعني مش بس في تويتر، على الانترنت عامه في مصر. فعايزه اقول لحضرتك ان الكوره، يعني احنا طول الوقت بنقول ان الكوره هي يعني ادمان المصريين او هي صح. اكتر حاجه، بس هو فعلا السوشيال ميديا بتاكد ان الكوره هي اكتر حاجه شغله دماغ المصريين في الوقت الحالي، اكتر حاجه بتخرجهم من كل حاجه. العلم كان على السوشيال ميديا في اي ماتش حتى مثلا ما اتفرجش عليه او في طريق ولا حاجه، افتح مثلا السوشيال ميديا
افهم الماتش ماشي ازاي. لو فتحت تويتر بس هتفهم الماتش كله، هتلاقي الناس كلها قاعده بتعلق على كل حركه، على كل لعبه، على كل لاعب، ايه اللي بيحصل. فده بياكد لنا ازاي المصريين فعلا بيتنفسوا كوره. معانا اول حاجه بعد الشوط الاول من ماتش الزمالك وامبي، كان عندنا في الترندز شفنا ان اول ترند في مصر كان زيزو، وتاني ترند كان عمر السعيد، وتالت ترند كان بن شرقي، ورابع ترند كان امام عاشور. الاربع اسامي دول في الشوط الاول عملوا ايه؟ احنا هنحلل الماتش من الترندات اللي طلعت بعد اول شوط. زيزو عمل اسيست. احنا عايزينه مع الشاشه بس وانت بتتكلمي نشوف. زيزو كان عامل اسيست الهدف بتاع بن شرقي، وعمر السعيد ضيع فرصه طبعا كانت قريبه جدا من هدف، وبن شرقي جاب هدف، وامام عاشور كان عامل شوط كويس جدا، وكان عامل مباراه كويسه جدا. فاحنا شفنا الشوط الاول خلاص من ترندات الناس بتكتب اللي هي شايفاه بعينها. احنا دايما لما بنلاقي لعيبه في الشوط ترند بندور اللعيبه دي يا اما كانت كويسه، يا اما ضيعت فرصه خطيره جدا، يا اما كانت سيئه. فاحنا دايما بنشوف وراهم ايه اللي حصل. فده اللي حصل بعد الشوط الاول من مباراه الزمالك وانبي. بس احنا يعني بقى نزوح سعفنا دلوقتي ان شاء الله. بعد الشوط الثاني كان الترندز اول سبع ترندات في مصر كان عمر السعيد، زيزو، امام عاشور، الزمالك، باتشيكو، ابو جبل، بن شرقي. معنى كلامك ان اللقطه اللي يعني اهي قدامنا كله ده الشوط الثاني. فاحنا كان عندنا برضو عمر السعيد، كان الناس بتتكلم، يعني الناس بتعلق على الفرصه عشان كانت فرصه قريبه جدا، فتعليقات الناس كانت كتير جدا، وصلت عمر ان هو يبقى ترند حتى على اللي جاب الجون واللي صنع الجون واللي كان مميز. يعني ساعات الفرصه او الحاجه السلبيه هي اللي بتاخد العين اكتر كمان، او يمكن الناس كانت شايفه مثلا ان عمر السعيد كان يستحق ان هو في الماتش ده يسجل. حاجات كتير احنا ممكن نفسرها، بس لما بنمشي ورا ليه ده كان ترند والناس قالت ايه وايه اللي حصل. هي مشكله السوشيال ميديا ان انت لازم تشوفها بالعكس، يعني تشوف اللي حصل بعد كده تحلله. بس معنى كلامك ان الحاجات دي بتبقى اسرع ترندات موجوده، يعني لقطه دلوقتي او هدف دلوقتي ده ياخد ترند، جه جون ياخد ترند بعديه على طول. الترند لحظي يعني بيتغير كل دقايق، مش في ترندز بتقعد مثلا بالايام، وفي ترندز بتتغير كل ساعه وكل اقل من ساعه كمان. الترند بيبقى عدد التويتات اللي اتعملت في الوقت المعين، يعني ممكن عدد تويتات ممكن يكون 1000 تويته بس، لكن كلهم اتعملوا في نفس الوقت يطلعوك ترند. وممكن 10,000 تويته في يوم ما يطلعوكش ترند عشان ما كانوش في نفس الوقت. صح. يعني الموضوع الناس فاكره ان الترند ده يبقى لازم كان فيه مليون تويته، بس ده مش حقيقي. موضوع الترند دايما بتبقى معادله بين الوقت والعدد في التوقيت دلوقتي. بالظبط. بعديها مثلا حاجه كمان من ماتش الزمالك، خدنا مثلا لاعب وشفنا الناس بتتكلم عليه ازاي، او الناس بتتكلم عليه قد ايه. هو المسلوسي. المسلوسي مثلا دي مثلا المنشنز بتاعته او عدد ذكره على الانترنت عامه، سواء على السوشيال ميديا وكمان على الاخبار والغير السوشيال ميديا، بس هي بشكل اكبر دي بتبين السوشيال ميديا كانت بتتكلم عن المسلوسي ازاي. حضرتك هتشوف ان قبل مباراه امبارح للمسلوسي بداها ولعبها بالكامل. المسلوسي حتى لما نزل المباراه اللي قبلها في مباراه سموحه كبديل ما كانش الكلام عليه كتير، لان هو كانت لسه الناس مش شايفاه. لكن امبارح لما الناس شافته المباراه كامله، الناس بقت قادره ان هي تعلق وتقول ده المسلوسي، لا والله ده شكله مبشر، لا ده شكله مش مبشر. فمعنى كده ان احنا شفنا ان الناس كانت يعني انتباهها رايح لايه في المباراه دي. مش بس الترند، هي بس الفكره ان الزمالكاويه ما كانوش بيتكلموا عن المسلوسي قبل الماتش ده، لسه لحد دلوقتي مستنيينه، لان هو جه وقعد فتره كبيره كمان قبل ما يلعب. بعديها هنرجع بقى بالترندز لورا شويه، هنروح ليوم 1 يناير، وده كانت مباراه الاهلي وادي دجله. الترندز الساعه 9، يعني من 9 ل 10 في وقتها، هتظهر دلوقتي على الشاشه، كان حسين الشحات توب ترند، تحته نوير، تحته عبد المنصف، تحته صلاح محسن، تحته بوجبا كانت عشان مباراه اوروبيه، تحته بيكام وبوفون. نفهم ايه من الترندز دي؟ حسين الشحات مثلا ده كان لأدائه في المباراة أو اللي حصل بعد المباراة، لكن نوير وعبد المنصف وبوفون ده كانت الناس بتتكلم على عبد المنصف، فاللي بيوصفه بنوير واللي بيوصفه بوفون من كتر ما هم كتير لتميزه في المباراة دي طلع ترند. يعني جابوا ناس ما لهمش علاقه بالموضوع طلعوهم ترند عشان عبد المنصف. يعني مع كل لقطه كانوا بيقولوا عبد المنصف، طبعا كابتن محمد عبد المنصف أدائه زي نوير او أدائه زي بوفون، فكان الموضوع مش مطلع بس يعني اداء عبد المنصف ما طلعهوش هو بس ترند، لا طلع معاه كمان بوفون ونوير. هل الترند ممكن يبقى سلبي وايجابي؟ طبعا. يعني الترند ممكن يبقى سلبي لما لاعب يبقى اداؤه مش كويس، الترند ممكن يبقى سلبي لما يبقى مش حقيقي.
وطلع من لجنة وهنكلمنا على الموضوع ده مع حضرتك طبعا المره اللي فاتت. تفاعل الاهلي اقوى للزمالك على السوشيال ميديا؟ حضرتك سالتني السؤال ده المره اللي فاتت وانا قلت لك ان الاثنين تفاعلهم في وقت ماتشاتهم كبير جدا. يعني مش عايز صغير الاجابه؟ لا صغيره خالص. لا خالص. حتى لو التوقيت يعني لو الاهلي متصدر بنقط كتير مثلا زي الموسم اللي فات يبقى برضه هما الاثنين تفاعلهم نفس القصه؟ ساعات الراحه بتاعت الجمهور او الطمانينه بتقلل من التفاعل. يعني ساعات الحاجات السلبيه هي اللي بتزود تفاعل الجمهور، لان يعني الجمهور بيبقى مش مرتاح، فالجمهور طول الوقت قاعد بيتكلم، فطول الوقت قاعد بيطالب، طول الوقت قاعد بيعلق. فساعات الايجابيه او ان الفريق يبقى مطمن مثلا ان هو ضامن الدوري ب 10 نقاط او اكتر بتخلي الجمهور اصلا ما عندوش حاجه يتكلم فيها. حضرتك فاهمني؟ ساعات بتيجي باثر سلبي. الموضوع دايما في السوشيال ميديا لحظي، انت بتشوف اللي بيحصل بعد كده تحلله. تالق لاعب ممكن يطلعه ترند لو مش في الاهلي والزمالك ولا ده صعب؟ انا هرد حضرتك على طول في السكرين شوت اللي جايه لو هم ينفع ينطوا معايا لحد السكرين شوت بتاعه رمضان صبحي. يعني احنا شفنا السنه دي ان مباريات الدوري بالذات في اول كام جوله كانت قويه جدا، هي سلايد رقم 7 بتاعه رمضان صبحي. مباريات الدوري بدات بدايه قويه جدا بالذات في اول 3 جولات، كانت المباريات يعني فيها تنافس بشكل كبير وفيها لعيبه مميزه كتير، لقينا لعيبه مميزه في سيراميكا، في الجونه، في بيراميدز، في. لكن هل ممكن لاعب يبقى التفاعل عليه زي التفاعل بتاع لعيبه الاهلي والزمالك؟ الموسم ده رمضان صبحي بيحقق ده بنجاح جدا. الموسم ده جدا يعني احنا لو بنتكلم ان في 10 لعيبه تفاعلهم عالي في مصر كلهم من الاهلي والزمالك، لا هم ال10 هم من ال10 9 من الاهلي والزمالك ورمضان صبحي معاهم. بس رمضان الناس تقول تاثر بعد ما ساب الاهلي وجماهيرته. انا كنت عايزه اعلق على موضوع تاثر ده، يمكن التاثر الناس كانت بتقول ان هو من زياده الكلام عليه او من زياده التعليقات عليه. بس هو يعني يمكن احنا ساعات بنشتغل مع مثلا اشخاص بابليك فيجرز وكده او اشخاص شخصيات عامه، فدايما بنحاول ان احنا ننصحهم بايه الصح والغلط على السوشيال ميديا، لان هي بتبقى ليها يعني حاجات احنا عارفينها من شغلنا مش عشان احنا يعني احسن منهم. فما ينفعش اصلا اطلع اسلم اللاعب، ما ينفعش اطلع اقول ان ده بيأثر فيه وان هو بيتابع ده فالناس تزيد. هو ده اللي بيحصل مع رمضان. انا مش قصدي ان كل التعليقات على رمضان سلبيه، رمضان بيعمل ماتشات كويسه جدا ففي كلام كتير ايجابي بيتقال عليه فده من اسباب ده. سكواد بيراميدز قوي جدا السنه دي، فالتفاعل على بيراميدز هو يعني اكتر نادي مقرب من الاهلي والزمالك ودايما وقت ماتشاته بيراميدز في التوب ترندز بتاعت مصر، هو كل لعيبته سواء شريف اكرامي، انا حتى في سلايد منهم كانت بتتكلم على الماتش ده، شريف اكرامي، عبد الله السعيد، رمضان صبحي، كمان احيان كتير احمد فتحي بيكونوا دايما توب ترند مع كلمه بيراميدز في كل الماتشات بتاعتهم. زي الاهلي والزمالك بالظبط، يمكن ده بيحصل ساعات مع ماتشات سيراميكا، بيحصل ساعات مع ماتشات وادي دجله، بيحصل. انا بس الملحوظه اللي احنا لاحظناها السنه دي ان الانديه الجماهيريه هي اللي تفاعلها قليل، يعني الانديه الجماهيريه باستثناء طبعا الاهلي والزمالك هي اللي تفاعلها مش عالي السنه دي على السوشيال ميديا. يمكن اللي تفاعله كويس الاتحاد السكندري عشان كابتن حسام حسن. ايوه صح، وعشان عمار حمدي. وعشان عمار حمدي. نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل مع جهاد عرابي. ناس كتيرة جدا بتسأل ازاي تبقى ترند دايما ايجابي؟ هل ده حد يقدر يسيطر على ده ولا صعب؟ الترند الايجابي اللي هو طالع من غير سبب، لا السيطره عليه دايما يعني في الاعلام او مثلا حد يطلع ازاي، لا دايما هيطلع من فعل. يعني دايما هيبقى لازم يبقى في اكشن سبب الترند الايجابي ده. ونفس الكلام على الترند السلبي، لازم يبقى في اكشن. يعني الاكشن مثلا ان مذيع يطلع ترند حلقه حلوه او حلقه اتقال فيها حاجه قويه. الاكشن ان لاعب يطلع ترند لو ايجابي، ان هو عمل ماتش كويس، ان هو جاب هدف، ان هو عمل حاجه ايجابيه، ان هو جدد، ان هو في حاجات كتير ممكن يعملها اللاعب، ان هو حتى كتب حاجه لحد مريض، كل دي ممكن تطلع اللاعب ترند ايجابي. وان هو يلعب ماتش سيء ممكن يطلعه ترند سلبي. يعني ده نفس الفعل. عشان كده دايما واحنا بنقول الناس تتعامل مع السوشيال ميديا ما تتعاملش معاها بالعصبيه الكبيره، لان الموضوع وقتي. وقتي يعني ممكن تاني يوم الترند يتعكس على نفس الشخص اللي كانت الناس امبارح بتتكلم عليه بايجابيه يبقى سلبي لو هو عمل اكشن مختلف او لو حصل اكشن حواليه مختلف. الرياضه ولا الفن ولا السياسه اقوى في الترند؟ الرياضه طبعا. يعني احنا كل يوم في مباريات في الدوري المصري من ساعه ما ابتدى
ال10 توب ترندز على الاقل لازم يبقى فيهم 8، حتى لو ما فيهمش اهلي وزمالك، حتى لو ايام ما فيهاش ماتشات اهلي وزمالك. ترندات الفن دلوقتي وترندات السياسه ما بتقعدش وقت طويل، لان ترندات الكوره بتطلع بعديها تسيطر عليها تاني. فترند الكوره هي اقوى حاجه، يمكن الناس من زمان عارفه كده، بس اخر كام سنه مع السوشيال ميديا الكوره بقت اقوى كتير. الكيان ولا الاسم اللاعب؟ يعني اهلي وزمالك ولا رمضان وعبد الله في بيراميدز؟ على السوشيال ميديا اسامي اللعيب. اسامي اللعيب. اسامي اللعيب دايما هي اللي فوق اسامي الانديه، بس دايما الجمهور بيحركوا النادي. يعني دايما التحريك ان لاعب يمجد، ان جمهور يمجد في لاعب، ان هو عمل حاجه مفيده للاعب ده، عمل حاجه مفيده للنادي بتاعه، ان هو عمل حاجه سلبيه ضد النادي بتاعه، يعني النادي محرك، لكن النادي مش هو اللي بياخد التفاعل الاكبر. اللعيبه في مصر هي اللي بتحصل على اكبر اهتمام واكبر تفاعل، وهي اللي بتحرك السوشيال ميديا. المدربين في خساره كبيره ياخد ترند، وفي مكسب كبير ياخد ترند. وشفنا ده كتير وبيحصل. يمكن باتشيكو بعد ماتش الزمالك بتاع امبارح كان كان في الترندز. موسيماني بيطلع ترندز في كل ماتشات الاهلي. مدربين الاهلي والزمالك والمدربين الكبار بيطلعوا في الايجابي والسلبي. اشهر مدير فني على ترند في الدوري المصري باتشيكو موسيماني اكيد، بس انا بقول لحضرتك ان يعني مثلا كابتن مختار بيطلع ترند بشكل كبير. كابتن حسام حسن اكتر مدرب بعد مدربين الاهلي والزمالك بيطلع ترند دايما. حسام طبعا، ويمكن ده مش راجع بس، ده راجع كمان لقيمه كابتن حسام طبعا، والكاركتر والكاريزما وحاجات كتير، بس ده بيخلي الناس تتشد، عينيها تتشد اكتر. كابتن طارق العشري كان ترند بعد المباراه الاخيره. كابتن مختار بعد مباراه بيراميدز والانتاج الحربي الاخيره كان توب ترند. يعني دايما المدربين في مصر بالذات اللي اساميهم سهله، لا الناس قادره دايما تطلعهم ترند. يعني الناس في مصر كمان متابعه الدوري بتفاصيله. يمكن انا كنت عايزه اوري حضرتك حاجه، بس دي في اخر سلايد خالص. احنا كنا بنتكلم على بواليا. بواليا لاعب الاهلي الجديد المنتقل ليهم من الجونه. بواليا يوم يعني انا جايبه لحضرتك التفاعل بتاعه، سلايد رقم 15 للشباب. لا رقم معلش 14 اللي قبلها على طول. بواليا مثلا جاب جون يوم 17 ديسمبر في ماتش للجونه، انا مش فاكره بس كان قدام مين، كان ماتش جامد جدا. وهو هو جاب جون كويس قوي، فالتفاعل عليه كان تفاعل كويس، وكان اصلا من كان هو التوب ترند في الساعه بتاعت الماتش. بس بص شايف يوم 17 ده اللي في النص يا كابتن، شايف الصغيره دي اللي في النص دي، كانت تفاعل عالي جدا وكان توب ترند في الساعه دي، بس للساعه دي يعني. اللاعب اللي بره الاهلي والزمالك الناس مش هتتكلم عليه بعد كده. بص بقى التفاعل بتاع اخر يومين بتاع اليومين الأهلي. اللي راح فيهم الاهلي عامل ازاي. انا مش بقول لحضرتك عددهم ايه، بس بقول لك شايف المقارنه بين ايه وايه. صح. دايما الاهلي والزمالك ليهم انفلونس، ده الهدف. ده الجون اللي رفع بالظبط. فحتى لو اللاعب الناس مركزه معاه وبتقول اسمه كتير، فعمر ما التفاعل بتاعه هيبقى زي الاهلي والزمالك، او لو هو اكس اهلي وزمالك. الاهلي والزمالك في منطقه ثانيه وبيودي في حته ثانيه. بالظبط، الاهلي والزمالك في حته بعيد خالص عن كل الناس في مصر. جاد بشكرك، شرفتيني ونورتيني. شكرا. شرف دايما بوجودك معايا. ميرسي لحضرتك والله، انا اللي دايما بتشرف ان انا اكون موجوده معاك. ربنا يخليك، بشكرك شكرا جزيلا. خلصنا حلقتنا النهارده، بشكر طبعا جهاد، بتشرف دايما بوجودها معايا. بكره ان شاء الله باذن الله استنوني في نفس الميعاد وحلقه جديده. اشوفكم على الف خير.